نقرأ لكم رواية الليالي البيضاء لدوستويفسكي بصوت إسلام عادل. رواية رومانسية من ذكريات حالم. أم خلق لأن يكون بجوار قلبك ولو للحظة واحدة؟ إيفان تورغينيف. الليلة الأولى. كانت ليلة ساحرة، ليلة لا يمكن أن تكون إلا وأنت في عمر الشباب أيها القارئ الكريم. كانت السماء كثيرة النجوم وضاءة جدا، حتى لتسأل نفسك دون أن تدري قبل أن تلقي نظرة إلى السماء، هل من المعقول أن في الإمكان أن يعيش تحت هذه السماء أناس من شتى الأمزجة المتقلبة والحادة؟ وهذا سؤال فتى أيضا، جد فتى أيها القارئ الكريم، جعله الله يخطر على بالك أكثر. وبمناسبة الكلام عن السادة ذوي الأمزجة المتقلبة والحادة المتنوعة، لا يسعني إلا أن أتذكر سلوك المستقيم طوال ذلك اليوم. منذ الصباح صارت تعذبني وحشة مدهشة. أحسست فجأة بأن الجميع يهجرونني لوحدي، والجميع يتحاشونني. ومن حق كل إنسان بالطبع أن يسأل، ماذا تعني بالجميع هؤلاء؟ ذلك لأني أعيش في بطرسبورغ 8 سنوات ولم أستطع أن أعقد صحبة واحدة. ولكن ماذا تعني الصحبة؟ أنا بدونها أعرف بطرسبورغ كلها. ولهذا السبب بدلي أن الجميع يهجرونني. حين استيقظت بطرسبورغ كلها ورحلت فجأة إلى البيوت الريفية، وأحسست بالخوف من البقاء وحيدا، فرحت أطوف في المدينة 3 أيام كاملة في وحشة عميقة، ولا أعرف بالضبط ماذا يجري لنفسي. لم ألتقي بوجه واحد من تلك الوجوه التي تعودت أن ألتقيها في نفس المكان والساعة المعينة طوال العام، سواء كنت أسير في شارع نيفسكي أو في الحديقة العامة أو أتجول على شارع النهر. إنها لا تعرفني بالطبع، ولكنني أعرفها، أعرفها معرفة قريبة، بل ودرست سحناتها تقريبا. أتسرى فيها حين تكون مرحة، وتعلوني الكآبة حين تكون جهماء. وكدت أعقد صداقة مع عجوز ألتقيه كل يوم من أيام الله في ساعة معينة في فونتانكا. سحنته ذات اعتبار مستغرقة في التفكير، وطوال الوقت يهمس بينه وبين نفسه ويلوح بذراعه اليسرى، بينما يضع في يده اليمنى عصا طويلة كثيرة العقد لها مقبض مذهب. حتى أنه لاحظني، بل ويتعاطف معي روحيا. أنا واثق من أن الكآبة ستركبه حين لا أكون في تلك الساعة المعينة في ذلك المكان من فونتانكا. ولهذا السبب يكاد الواحد ينحني للآخر أحيانا، لا سيما حين نكون كلانا في مزاج رائق. وقبل حين لم نلتقي خلال يومين كاملين، والتقينا في اليوم الثالث. كدنا نرفع يدينا إلى قبعتينا، ولكننا فطنا في اللحظة المناسبة فأنزلنا يدينا، واجتاز أحدنا الآخر بتعاطف. أنا أعرف البيوت أيضا. حين أسير كان كل بيت يبدو وكأنه يسير أمامي في الشارع وينظر إلي بعيون نوافذه كلها، ويكاد يقول، مرحبا، كيف صحتك؟ أنا والحمد لله في صحة جيدة، وسيضاف إلي طابق آخر في شهر أيار، أو كيف صحتك؟ أما أنا فسيجرون علي تصليحات غدا، أو كنت أحترق ولهذا كنت في هيئة مذعورة، إلى غير ذلك. ولدي من بين هذه البيوت معشوقات، أقصد أصحاب مقربين. أحدها ينوي العلاج في هذا الصيف لدى معماري، وسأمر به كل يوم عمدا
حتى لا يعالجه علاجا سيئا حفظه الله. ولكنني لن أنسى أبدا حكاية وقعت لبيت بديع الصنع ذي لون وردي فاتح. كان بيتا حجريا صغيرا، دأبت أن أنظر إليه بحفاوة كبيرة وإلى جيرانه، حتى كان قلبي يبتهج حين أمر به. وفجأة في الأسبوع الماضي نظرت إلى صديقي وأنا أجتاز الشارع وأسمع صيحته الشاكية: إنهم يصبغونني باللون الأصفر، أو غاد متوحشون لم يرأفوا بشيء، لا بالأعمدة ولا بالأفاريز. فاصفر صديقي وصار بلون الكناريا، وكادت تفيض صفراويتي بهذا الخصوص. ولحد الآن لا أقوى على مقابلة صديقي المسكين المشوه الذين صبغوه بلون الإمبراطورية السماوية. على هذا النحو تفهم أيها القارئ على أي صورة أعرف بطرسبورغ كلها. لقد قلت من قبل أن القلق ظل يعذبني أياما ثلاثة بكاملها إلى أن حدثت علته، فقد أحسست بالضيق في الشارع. هذا غائب وذلك غير موجود، وذلك أين ذهب؟ كما أنني في البيت لم أكن في حالة الطبيعية. جاهدت أمسيتين أن أعرف ماذا ينقصني في مسكني، لماذا أشعر بالضيق من البقاء فيه. كنت أعاين في حيرة الجدران الخضراء المسخمة والسقف المتدلي منه نسيج العنكبوت، وقد أطلقت ما ترون له العنانة ليشيع. ثم عدت أتفحص جميع أثاثي وأقلب كل كرسي مفكرا مع نفسي: لعل العلة في هذا، فلو أنا كرسيا واحدا لم يكن في وضعه يوم أمس لخرجت عن أطواري. ونظرت في النافذة وكل ذلك بدون سدى، لم يخفف ذلك من ضيقي قط، بل وارتأيت أن أستدعي ماترونا وأصدرت لها في التو واللحظة توبيخا أبويا على نسيج العنكبوت ذاك وعلى إهمالها بشكل عام. إلا أنها اكتفت بأن نظرت إلي نظرة مندهشة وانصرفت دون أن ترد بكلمة. وهكذا بقي نسيج العنكبوت متدليا في مكانه بحالة جيدة. وأخيرا في صباح اليوم فقط حدثت حقيقة الأمر. إنهم يولون عني إلى البيوت الريفية، وأرجو المعذرة على هذه الكلمة المبتذلة، فلست في حالة تسمح لي بانتقاء الكلمات، لأن كل مكان في بطرسبورغ إما أنه انتقل أو في سبيله إلى الانتقال إلى البيوت الريفية، لأن كل سيد محترم ذي وجاهة معتبرة استأجر حوذيا وانقلب في مخيلتي إلى رب عائلة يتوجه بعد أعمال الوظيفة اليومية دون أمتعة إلى رحم عائلته إلى البيت الريفي. ولأن كل عابر سبيل اتخذ الآن لنفسه هيئة متميزة تماما، وكأنما كان يقول بها لكل من يلتقي به: لسنا إلا عابرين هنا يا سادة، وبعد ساعتين سنغادر إلى البيت الريفي. أما إذا انفتحت نافذة ونقرت عليها في البداية أصابع صغيرة رقيقة بيضاء كالسكر، وأطل رأس فتاة حلوة لتنادي على بائع زهور متنقل، فقد كنت أتصور في الحال أنهم لا يشترون الزهور للغاية المقصودة، أي لا للاستمتاع مطلقا بالربيع والزهور في الشقة الخانقة في المدينة، بل لأنهم سينتقلون قريبا جدا إلى البيت الريفي وسيأخذون الزهور معهم. كما أنني أحرزت نجاحات في اكتشاف الجديد الفريد في نوعه تجعلني أعين بدون خطأ أين يسكن في الريف هذا أو ذاك من مجرد هيئته. كان سكان جزيرة كامني وجزيرة إبتيكارسكي وطريق بتروغوف يتميزون برشاقة الحركات المعتنى بها، والبزات الصيفية الأنيقة والعربات الجميلة التي كانوا يستقلونها في ذهابهم إلى المدينة، بينما كان سكان بارغولوف والأبعد منها يوحان من النظرة الأولى بحصافتهم ورزانتهم، وكان قاصد جزيرة كريستوفيسكي يتميز بمظهره المرح الرصين.
وإذا صادفت موكبا طويلا من عربات النقل يسير حذيتها بالقرب منها بكسل وفي أيديهم الأعنة، والعربات موسقة بتلال كاملة من شتى الأثاث والمناضد والمقاعد والأرائك التركية وغير التركية وغيرها من الأمتعة البيتية، وقد جلست فوقها تماما طباخة عجفاء تحرص على متاع سيدتها حرصها على حدقة عينيها. وإذا رأيت في القوارب المثقلة باللوازم المنزلية والمنزلقة على نهر النيفا أو فونتانكا حتى نهر تشورانيا أو حتى الجزر، وقد تضاعفت العربات والقوارب في عيني عشرات مرات أو مئة مرة، فقد كنت أتصور على أي حال أن كل شيء قد نهض من مكانه وغادر، وكل شيء ينتقل بقوافل كاملة إلى البيوت الريفية. كنت أتصور أن بطرسبورغ كلها مهددة بالتحول إلى خواء، حتى أنني أحسست أخيرا بالخجل والتكدر والأسى. ولم يكن لي البيت الريفي الذي أذهب إليه، ولا السبب الذي يدعوني إلى ذلك، ولم يكن ذلك البتة. كنت مستعدا لأن أرحل مع كل عربة، أن أغادر مع كل سيد ذي مظهر محترم استأجر عربة، ولكن لم يدعني أحد البتة، وكأنما نسوني، كأنني بالنسبة لهم غريب في واقع الأمر والحال. سرت طويلا وكثيرا فنسيت بحكم عادتي أين أنا، حتى وجدت نفسي فجأة قرب البوابة الخارجية للمدينة، وفي لمحة عين شع المرح في أعطافي، فتمشيت وراء حاجز البوابة وسرت بين الحقول والمروج اليانع. لم أكن أشعر بالتعب، ولكنني أحسست بكل مفاصلي وكأن وقرا يسقط على روحي، كأن جميع السابلة ينظرون إلي بحفاوة ويكادون ينحنون إلي بالتأكيد. كان الجميع مسرورين بشيء ما، والجميع قاطبا يدخنون السيجار، وكنت مسرورا أيضا بشكل لم يحدث لي من قبل على الإطلاق، وكأنني وجدت نفسي في إيطاليا بغتة بهذا الشكل. بهرتني الطبيعة، أنا ابن المدينة شبه المريض الموشك على الاختناق في جدران المدينة. ثمت شيء مؤثر غير قابل للتوضيح في طبيعة مدينتنا بطرسبورغ حين تبدي في مطلع الربيع كل جبروتها، كل القوى التي وهبتها السماء لها، تنتفش، تتبرج، تتحلى بسهور، فتذكرني على نحو ما بفتاة هزيلة عليلة تنظر إليها أحيانا برثاء وأحيانا تسهو عنها لا غير، ولكنها فجأة وللمحة واحدة تغدو وكأن ذلك محض مصادفة، رائعة الجمال بشكل مذهل وغير قابل للتوضيح. أما أنت المبهور النشوان فتسأل نفسك دون أن تدري أي قوة جعلت عيناها الحزينتين الساهمتين تلمعان بهذا الألق، وما الذي بعث الدم إلى وجنتيها الشاحبتين النحيفتين، وما الذي نثر هذه الصبغة العاطفية على قسمات الوجه الناعمة هذا، ولأي شيء يتلع هذا الصدر بهذا الشكل، وما الذي أعطى القوة والحياة والجمال لوجه الفتاة البائسة بهذه الصورة المفاجئة وجعله يتألق بهذه الابتسامة وينتعش بهذه الضحكة النارية المتلألئة، وتنظر فيما حولك تبحث عن شخص ما وتحذر، ولكن اللمحة تنقضي، ولربما في غد تصادف ثانية النظرة الساهمة الذاهلة نفسها كما من قبل، والوجه الشاحب نفسه، والخضوع والترهب نفسه في الحركات وحتى الندم، بل وترى آثار وحشة مميتة ولوعة على الاندفاع الزائل، وستشعر بالأسف على أن الجمال اللامح قد ذبل بهذه السرعة إلى غير ما عودة، والتمع أمامك بهذا الشكل الخادع العبثي. ستشعر بالأسف على أنه لم يتسنى لك الوقت حتى لأن تحبه. ومع ذلك فقد كانت ليلتي أفضل من نهاري، وهذا ما كان.
عندما عدت أدراجي إلى المدينة في ساعة متأخرة جدا وقد دقت الساعة 10، حين أخذت أقترب من شقتي كان طريقي يمتد عبر شارع على القناة لا يلتقي المرء فيه في تلك الساعة بروح حية. الحقيقة أنني أسكن جزءا نائيا من المدينة، كنت أسير وأغني لأنني كنت دائما أترنم بشيء مع نفسي إذا كنت سعيدا، مثل أي إنسان سعيد آخر ليس له أصدقاء ولا معارف طيبون وليس له من يشاطره فرحه في لحظة الفرح. وفجأة وقعت لي مغامرة غير متوقعة البتة. رأيت في ناحية امرأة تقف متكئة على سياج القناة، كانت تسند كوعها على شبكة وتنظر باهتمام شديد على ما يبدو إلى مياه القناة الكدرة. كانت ترتدي قبعة صفراء حلوة ومعطفا خفيفا أسود غنجا. فكرت مع نفسي إنها فتاة ولابد أن تكون سوداء الشعر. يظهر أنها لم تسمع وقع خطواتي فلم تحرك ساكنا. حين مررت بها وأنا أحبس أنفاسي خافق الفؤاد فكرت مع نفسي غريب، يبدو أنها كانت مستغرقة في شيء ما بعمق. وفجأة توقفت كالمسمر على الأرض. بلغ سمعي نشيج مكتوم. أجل، لم يخدعني سمعي، كانت الفتاة تبكي. يا إلهي، انعصر قلبي. ومهما أكن متهيبا من النساء فقد كانت لحظة. استدرت واتجهت نحوها. كان من الممكن أن أقول بالتأكيد سيدتي، لو لم أكن أعرف أن هذا الخطاب تردد 1000 مرة في جميع الروايات الروسية عن المجتمع الراقي، وهذا وحده هو الذي أوقفني. وبينما كنت أبحث عن كلمة تقال كانت الفتاة قد أفاقت على نفسها وتلفتت وتيقظت حواسها وأنزلت عينيها إلى الأسفل ثم انسلت على شارع القناة مارة بي. سرت في أثرها على الفور، إلا أنها حدثت ذلك فانحرفت عن شارع القناة وتحولت إلى شارع آخر وسارت على الرصيف. لم أجرؤ على اجتياز الشارع، كان قلبي يخفق كقلب طائر مصطاد. وفجأة أسعفني حادث عارض. ظهر فجأة في الجانب المقابل من الرصيف وعلى مسافة غير بعيدة من المرأة الغريبة سيد في سترة فراك. سنه معتبرة ولكن لا يصلح أن توصف مشيته بأنها معتبرة. سار مترنحا مستندا على الحائط بحذر، وسارت الفتاة أيضا كالسهم بعجلة وتخوف، مثلما تسير عموما الفتيات اللواتي لا يردن أن يرافقهن أحد إلى بيوتهن ليلا. وبالطبع ما كان من الممكن أن يلحقها السيد المترنح لو لم يسعفه قدري بوسائل مصطنعة. فإذا بصاحب السيد ينقلع من مكانه دون أن يقول لأحد شيئا وينطلق بكل قواه ليلحق بفتاة الغريبة، وكانت هذه تسير كالريح. إلا أن السيد المترنح لاحقها ولحق بها وصرخت الفتاة، وأنا أحمد القدر الذي ألقى في يد اليمنى في تلك اللحظة عصا رائعة. وبلمحة عين وجدت نفسي في ذلك الجانب من الرصيف، وبلمحة عين فهم السيد الدخيل واقع الحال وأخذ بعين الاعتبار ما جوبه به من حجة دامغة، فصمت وتراجع. وحين كنا على مسافة بعيدة جدا عنه عند ذلك فقط احتج علي بتعابير قوية بما فيه الكفاية، إلا أن كلماته لم تكد تصل إلى مسامعنا. قلت للفتاة الغريبة أعطني يدك، عندئذ لن يجرؤ على إزعاجنا. أعطتني يدها بصمت فكانت لا تزال مرتجفة من القلق والفزع. أيها السيد الدخيل، كم دعوت لك بالبركات في تلك اللحظة؟ رمقتها خطفا، كانت كثيرة الملاحة سوداء الشعر. لم يخطئني حدسي إذن، كانت أهدابها السود ما تزال تلمع بدموع الفزع القريب أو المحنة السالفة. لست أدري
إلا أن ابتسامة كانت تومض بالفعل على شفتيها. رمقتني هي أيضا خلسة واحمرت عمرة خفيفة وظهر عليها الارتباك. انظري ماذا حدث، فلماذا تحاشيتني؟ لو كنت معك لما حدث شيء. لكنني لم أكن أعرفك، ظننت أنك أيضا. هل تعرفينني الآن حقا؟ قليلا. لماذا ترتجف؟ حدثت من الوهلة الأولى. أجبت في نشوة الفرح أن فتاتي ذكية، وهذا لا ضير فيه أبدا إذا توفر الجمال. نعم لقد حدثت من الوهلة الأولى الشخص المقابل، فأنا أتهيب من النساء بالضبط، ولا جدال في أن انفعالي لا يقل عن انفعالك قبل لحظة حين أفزعك ذلك السيد. أنا الآن في نفس الدرجة من الفزع، كأني في حلم، بل أنا حتى في الحلم ما كنت لأتصور أنني سأتكلم مع امرأة يوما ما. كيف؟ حقا؟ نعم، إذا كانت يدي ترتجف فذلك لأنني لم أضم قط كفا صغيرة حلوة مثل كفك. لم أعد أعتد النساء كليا، أقصد لم أعتدهن من قبل قط، فأنا وحيد، بل لا أعرف كيف أتحدث إليهن، وأنا الآن لا أعرف هل نطقت بحماقة أمامك؟ قل لي الصراحة وأنبهك إلى أنني لا أتكدر بسرعة. لا لا بالعكس، وإذا كنت تريد أن أكون صريحة منذ الآن فسأقول لك أن النساء يروق لهن مثل هذا الخجل، أما إذا أردت أن تعرف أكثر فإنه يروق لي أيضا، وسأسمح لك أن توصلني إلى البيت. بدرت إلى القول متقطع الأنفاس. أنت تتصرفين معي بحيث تجعلينني أتخلى عن التهيب في الحال، وعندئذ وداعا لكل وسائلي. وسائل؟ أي وسائل؟ ولماذا؟ عندئذ سيكون هذا مسلكا سيئا. أنا مقصر، لن أفعل، زلت لسان. ولكن كيف تريدين ألا تكون لي في مثل هذه اللحظة رغبة في أن تعجبني؟ نعم، أعملي معروفا بحق الرب واحكمي. من أنا؟ حتى الآن وأنا في 26 لم أرى إنسانا قط. كيف تريدينني أن أتحدث بشكل جيد بمهارة وكل كلمة بمكانها؟ سيلائمك الأمر أكثر إذا كان كل شيء صريحا وعلى المكشوف. أنا لا أحسن الصمت حتى حين يتكلم قلبي في داخلي، والأمر سيان عندي. صدقيني إن قلت لك أنني لم ألتقي بامرأة واحدة أبدا أبدا، ولا صحبة واحدة، سوى أنني أحلم كل يوم بأنني سألتقي يوما ما في آخر الأمر بشخص ما. إن ليتك تعرفين كم عشقت بهذه الطريقة. ولكن كيف؟ من عشقت؟ لا أحد، بل المثال، تلك التي تتراءى لي في المنام. أنا أخلق في الأحلام حكايات رومانسية كاملة. أنت لا تعرفينني حقا، لا حاجة إلى كتماني أنني التقيت بامرأتين أو ثلاث، ولكن أي نساء هن؟ إنهن النساء اللواتي أستأجر عندهن، وهنا. ولكن سأضحكك وأخبرك أنني في بعض المرات فكرت في أن أبادر بالحديث وبدون كلفة امرأة أرستقراطية سائرة في الشارع، إذا كانت لوحدها بالطبع. أتكلم طبعا بتهيب واحترام وعاطفة، كان أقول سأهلك وحدي فلا تطرديني، أنا لا أملك وسيلة أتعرف بها على امرأة، بل أوحي لها بأن واجبات المرأة تلزمها ألا ترفض ابتهالا متهيبا لرجل تعيس مثلي. وأقول أخيرا أن كل ما أطلبه لا يتعدى أن تقول لي كلمتي ود بتعاطف، ألا ترفضني من الخطوة الأولى، أن تصدق بكلامي، أن تصغي إلى ما أقول، أن تضحك مني إن شاءت، أن تبعث الأمل في نفسي، أن تقول لي كلمتين، كلمتين فقط، وبعد ذلك لا بأس حتى في أن لا نلتقي إلى الأبد. ولكنك تضحكين. بالمناسبة هذا هو الغرض من كلامي. أنا أضحك لأنك نفسك عدو نفسك، ولو حاولت لنجحت، ولو كان الأمر في الشارع كلما كان أبسط كان أفضل. ما من امرأة طيبة إذا لم تكن بلهاء أو متعكرة المزاج كثيرا في تلك اللحظة
ستعرفك دون هاتين الكلمتين التي تبتهل إليها بهذا التهيب لتقولهما لك. ولكن ماذا أقول؟ لقد كانت تتصورك مجنونا طبعا، فأنا كنت أحكم على أساس تجاربي. أنا نفسي أعرف كثيرا كيف يعيش الناس في هذه الدنيا. صرخت: أوه شكرا لك، أنت لا تعرفين أي خدمة قدمت لي الآن. حسنا، ولكن قل لي كيف عرفت أنني المرأة التي التي اعتبرتها لائقة بالعناية والصداقة؟ باختصار ليست تلك التي تستأجر عندها على حد تعبيرك. لماذا عزمت على الاقتراب مني؟ لماذا؟ لماذا؟ لكنك كنت لوحدك، وكان ذلك السيد جسورا أكثر من اللازم، والدنيا ليل، لابد أن تتفقي معي أن ذلك واجب. لا، لا أقصد عندئذ، بل قبل ذلك حين كنت في الجانب الآخر، ألم ترد أن تقترب مني؟ في الجانب الآخر؟ أنا في الحقيقة لا أعرف كيف أجيب. أنا أخشى، أتعرفين أنني كنت اليوم سعيدا، وكنت أسير وأغني، وكنت خارج المدينة، لم تحصل لي مثل هذه اللحظة السعيدة قط. أنت ربما بدا لي، أعذريني إذا كنت ذكرت ذلك، بدا لي أنك كنت تبكين، ولم أستطع أنا سماع ذلك. انعصر قلبي. أوه يا ربي، ولكن أما كان من الممكن حقا أن أتحنن عليك؟ هل من المعقول أن التعاطف الأخوي إثم؟ أعذرني على قولي تعاطف. حسنا، بكلمة واحدة، هل من المعقول اقتراب لا إرادي نحوك كان من الممكن أن يسيء إليك؟ قالت الفتاة مرتبكة بعد أن ضغطت على يدي: دعك، لا تقل شيئا، أنا الملومة لأنني بدأت الحديث عن ذلك، ولكنني مسرورة لأنه لم يخب ظني بك. ها أنا الآن قد وصلت إلى البيت في هذا الزقاق على بعد خطوتين فقط. وداعا، شكرا لك. ولكن هل من المعقول، هل من المعقول أن لا نلتقي بعد الآن؟ هل من المعقول أن تنتهي إلى هذا الحد؟ قالت الفتاة ضاحكة: أرأيت؟ في البداية أردت كلمتين فقط، أما الآن؟ على العموم لا أستطيع أن أقول لك شيئا، ربما سنلتقي. قلت: سآتي غدا إلى هنا، أعذريني على صيغة الطلب. أنت قليل الصبر، أنت تطلب تقريبا. اسمعي، أعذريني إذا قلت لك أيضا شيئا لا يليق، لا يسعني إلا أن أجيء إلى هنا غدا، أنا حالم، حياتي الواقعية ضئيلة جدا، حتى أنني أعتبر لحظات مثل هذا، مثل الآن، نادرة الوقوع، بحيث لا يسعني إلا أن أكرر هذه اللحظات في أحلامي. سأحلم بك طوال الليل، طوال الأسبوع، طوال العام، وسأجيء غدا إلى هنا بالتأكيد، سأجيء إلى هنا بالذات، إلى هذا المكان، في هذه الساعة بالذات، وسأكون سعيدا وأنا أتذكر ما حدث يوم أمس، فقد أصبح هذا المكان قريبا إلى نفسي، عندي الآن في بطرسبورغ مكانان أو ثلاثة مثله، بل وفي إحدى المرات بكيت من الذكريات مثلك، فلربما كنت قبل 10 دقائق تبكين من الذكريات. أعذرني، شرد ذهني مرة أخرى، لعلك كنت في وقت من الأوقات سعيدة هنا بشكل خاص. قالت الفتاة: حسنا، أظن أنني سأتي إلى هنا غدا أنا أيضا في الساعة 10، أرى أنني لا أستطيع الآن أن أمنعك، المسألة أنني يجب أن أكون هنا، فلا تتصور أنني أحدد لك موعدا غراميا، أنبهك إلى أنني يجب أن أكون هنا لنفسي، ولكن أقول لك صراحة لا يهم لو تأتي أنت أيضا، أولا لأن من الممكن أن تحصل منغصات مثل ما حصلت اليوم، ولكن هذا شيء جانبي، باختصار مجرد أنني أود أن أراك لأقول لك كلمتين، لا تتصور أنني حددت لك موعدا غراميا بهذه البساطة، ما كنت سأحدد لو، ولكن ليكن ذلك سري، علينا أن نتفق مسبقا. صحت في نشوة، لنتفق، تكلمي، خبريني، خبريني بكل شيء، أنا موافق على كل شيء،
مستعد لكل شيء، سأتكلف بنفسي، سأكون مطيعا محترما كما تعرفينني، قالت الفتاة ضاحكة. لهذا السبب بالذات لكوني أعرفك أدعوك غدا، ولكن يجب أن يكون مجيئك مقرونا بشرط. أولا، وأرجو أن تتلطف وتنفذ ما أطلبه منك، فأنت تراني صريحة في كلامي، لا تقع في حبي، هذا لا يجوز. أؤكد لك أنا مستعدة للصداقة، وها هي ذي يدي ممتدة إليك، أما الحب فلا، أتوسل إليك. اختطفت يدها وصحت، أقسم لك. كفى، لا تقسم، لا تؤاخذني إذا تكلمت بهذا الشكل. آه، لو كنت تعرف، أنا أيضا ليس لي أحد يمكن أن أبادله كلمة أو أسأله نصحا. لا يعني هذا بالطبع البحث عن نصحاء في الشارع، ولكنك استثناء. أنا أعرفك وكأننا صديقان منذ 20 عاما. صحيح، لن تخونني؟ سترين، ولكنني لا أعرف كيف سأتحمل الانتظار ولو ليوم واحد. نم قدر الإمكان، ليلة سعيدة، وتذكر أنني قد منحتك ثقتي، ولكن كما ذكرت، هل من الممكن التحقق من كل شعور ولو كان تعاطفا أخويا؟ على كل حال، لقد أجدت القول، حتى ظهر لي في الحال أن أثق بك. بأي شيء من أجل الرب، ماذا وراءك؟ إلى الغد، ليكون ذلك سرا الآن، ذلك أفضل لك، ولو كان يبدو من بعيد شبيها بقصة عاطفية. ربما سأخبرك غدا، أو ربما لا، سأتحدث معك أولا ونتعرف على بعضنا بشكل أفضل. أوه، يمكنني في الغد أن أحدثك بكل شيء عن نفسي، ولكن أي شيء هذا؟ كان معجزة تحدث لي، أين أنا يا ربي؟ ولكن قولي لي، هل من المعقول أنك غير مرتاحة لأنك لم تبدي غضبك مثل ما فعلت أي امرأة أخرى، ولم تبعديني منذ البداية؟ ما هما إلا دقيقتان وجعلتني سعيدا إلى الأبد. أجل، سعيدا، ربما لأنك صالحتني مع نفسي وحللت شكوكي. ربما تحصل لي مثل هذه اللحظات. حسنا، سأحكي لك كل شيء في الغد، ستعرفين كل شيء، كل شيء. حسنا، موافقة، وتبدأ أنت. وأنا موافق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وافترقنا. مشيت الليل كله غير قادر على أن أعزم أمري وأعود إلى البيت، فقد كنت في غمرة السعادة. إلى الغد. الليلة الثانية. ها أنت قد تحملت الانتظار. قالت لي ضاحكة وضغطت على كلتا يدي. أنا هنا منذ ساعتين، أنت لا تعرفين ماذا حدث لي طوال اليوم. أعرف، أعرف، ولكن لندخل في الموضوع، هل تعرف لماذا أتيت؟ دعنا لا نثرثر عبثا كما في الأمس. والأمر كالآتي، يجب أن نتصرف بذكاء أكثر في المستقبل. لقد فكرت في كل ذلك مليا يوم أمس. بأي شيء يتمثل الذكاء الأكثر؟ أنا من ناحيتي مستعد، ولكن إذا أردت الحقيقة، لم يحدث لي في الحياة ما هو أكثر ذكاء مما هو الآن. حقا؟ أولا، أرجو ألا تضغط على يدي بهذه القوة. ثانيا، أعلن لك أنني اليوم فكرت فيك كثيرا. طيب، وإلى أي شيء توصلت؟ إلى أي شيء توصلت؟ توصلت إلى أن كل شيء يجب أن يبدأ من جديد، لأنني انتبهت اليوم في الختام إلى أنك مجهول بالنسبة لي كليا، وإلى أنني قد تصرفت البارحة تصرف طفلة، تصرف صبية، ومن أجل تصحيح الخطأ قررت أن أستفسر عنك بأدق التفاصيل. وبما أنني لا أجد أحدا أستفسره عنك، فقد توجب عليك أن تقص علي بنفسك كل أسرار حياتك الخفية. حسنا، أي نوع من الرجال أنت؟ أسرع، ابدأ من الآن، اروي لي قصة حياتك كلها. صرخت مذعورا، قصة حياتي؟ قصة حياتي؟ ولكن من قال لك إن لي قصة حياة؟ ليست لي قصة حياة. قطعتني ضحكة. كيف كنت تعيش إذا لم تكن لك قصة حياة؟
بدون أي قصص البتة. عشت أنا لذاتي كما يقال عندنا، أقصد وحيدا تماما، وحيدا، وحيدا كليا. هل تفهمين ما معنى وحيد؟ ولكن كيف وحيد؟ يعني لم تكن ترى أحدا قط؟ بلى، كنت أرى إذا كانت المسألة مسألة رؤية، ومع ذلك وحيد. هل معقول أنك لم تكن تتحدث إلى أحد؟ لا إلى أحد البتة، في المعنى الدقيق للكلمة. ولكن من أنت؟ أوضح لي. على مهلك، أنا أخمن أن لك على الأرجح جادة مثل ما عندي، وهي عمياء ولا تتركني أذهب إلى أي مكان، حتى كدت أنسى الكلام كليا. وحين بدأت أشاكس قبل عامين من الزمن بشكل مبالغ كما تتصور هي، أخذت وربطتني وشدت بالدبوس ثوبي إلى ثوبها، ومنذ ذلك الحين ونحن نقعد أياما بطولها، تحك هي جوربا رغم عماها، وأنا أجلس إلى جانبها أخيط أو أقرأ لها كتابا بصوت مسموع، ونحن على هذه الحال الغريب عامان من الزمن. أوه يا ربي، أي تدعاسة هذا، ولكن ليست لي مثل هذه الجدة. فلماذا تجلس في البيت إذن؟ اسمعي، هل تريدين أن تعرفي من أنا؟ نعم نعم، في المعنى الدقيق لهذه الكلمة. إذن فاعلمي أنني نمط. صاحت الفتاة وهي تغرب بضحك شديد، فكأنما لم يتوفر لها أن تضحك العام بطوله. أرى أن صحبتك مسلية، انظر هناك مصطبة فلنجلس، لا أحد يمر من هنا ولا أحد يسمع، فابدأ قصة حياتك، إذ لا يمكن أن تقنعني بأنك بلا قصة حياة. أنت تكتم لا غير. أولا، ما هو النمط؟ أجبت وقد أغربت بالضحك أيضا، مستدرجا بضحكها الطفولي. النمط؟ النمط هو طرفة، هو إنسان مضحك، إنه نموذج. اسمعي، هل تعرفين ما هو الحالم؟ حالم؟ بالطبع، وكيف لا؟ أنا نفسي حالمة، أحيانا أجلس قرب الجدة وتدخل في رأسي أشياء مختلفة، فأبدأ بأن أحلم وأسرح مع الخيال تماما حتى أتصور أنني سأتزوج أميرا صينيا. أحيانا لطيف أن يحلم الإنسان، ولكن لا، العلم عند ربي، لا سيما إذا كان لك ما تفكر به بدون الحاجة إلى ذلك. استدركت الفتاة بجدية شديدة هذه المرة. رائع، ما دمت قد تزوجت مرة إمبراطور سماء صيني فلا بد أن تفهميني كليا. فاسمعي، ولكن المعذرة، أنا حتى الآن لا أعرف اسمك. أخيرا تذكرت أن تسألني عن اسمي. يا إلهي، لم يخطر مني حتى على بال، فقد كنت هانيا إلى درجة اسمي ناستانكا. ناستانكا وفقط؟ فقط، لا يعقل أن يكون قليلا عليك. قليل؟ بل كثير على العكس، كثير وكثير جدا. ناستانكا، يا للفتاة الطيبة أنت، لو صرت عندي تسمين بهذا الشكل، ناستانكا. وليكن. اسمعي إذن يا ناستانكا، قصة حياة مضحكة. جلست بالقرب منها واتخذت وضع متحذلق جدي، وشرعت وكأنني أقرأ شيئا مكتوبا. هناك يا ناستانكا، وإذا لم يكن لديك علم بذلك، زوايا في بطرسبورغ غريبة بما فيه الكفاية. في هذه الأماكن كأنما الشمس التي تضيء لكل أهالي بطرسبورغ، ولكن تطل أخرى غيرها جديدة، كأنما أوصيت خصيصا لتلك الزوايا، وتنشر على كل شيء ضوءا آخر خاصا. في هذه الزوايا يا ناستانكا الحلوة، توجد حياة تبدو مختلفة تماما، لا تشبه الحياة التي تمور حولنا، حياة ربما قد تكون في مملكة وراء سبعة بحور، وليس عندنا في زمننا الجدي الجاد. هذه الحياة خليط من شيء خيالي صرف، مثال ساخن. يا ناستانكا، على كل شيء كامد عمودي اعتيادي، إن لم نقل وضيع إلى حد غير معقول. يا لها من مقدمة، ما هذا الذي أسمعه؟ ستسمعين يا ناستانكا، يبدو لي أنني لن أشبع أبدا من تسميتك ناستانكا. ستسمعين. في هذه الزوايا يعيش ناس غريبون، هم الحالمون. الحالم، إذا احتجنا إلى تعريف مفصل له، لا
ليس إنسانا، بل لعلمك مخلوق غير مذكر ولا مؤنث، جماد. غالبا ما يختار لسكناه زاوية حصينة كأنما يختفي فيها حتى من ضوء النهار، وحين ينسل إلى مأواه ويلتصق بها كما يلتصق الحلزون في قوقعته، أو أنه على الأقل كثير الشبه من هذه الناحية بذلك الحيوان الممتع الذي هو عبارة عن حيوان وبيت معا، والذي يسمى بالسلحفاة. ما رأيك؟ لماذا يحب هذا الحب جدرانه الأربعة المصبوغة باللون الأخضر والملطخة المقبضة المشبعة برائحة التبغ إلى حد غير معقول؟ ولماذا حين يزور هذا السيد المضحك أحد من معارفه القلائل، والأمر ينتهي بأن يتلاشى معارفه كلهم، لماذا يستقبله هذا الإنسان المضحك شديد الارتباك متغير الوجه وفي انقطاع من أمره، كأنما فرغ لتوه من جريمة قام بها في جدرانه الأربعة، وكأنه زيف أوراقا كاذبة أو مقطوعات شعرية لإرسالها إلى مجلة مع رسالة باسم مستعار تقول إن الشاعر صاحب هذه المقطوعات قد توفي، وأن صديقه يعتبر من واجبه القدسي أن ينشر مقرمزاته. قل لي يا ناستانكا، لماذا لا ينعقد الحديث بين هذين المتحدثين؟ لماذا لا تفلت ضحكة أو كلمة زلقة من لسان الصديق الذي دخل فجأة مهموما، والذي كان في حال غير هذه يغرم كثيرا في الضحك والكلمة الزلقة والأحاديث عن الجنس الجميل ومواضيع مرحة أخرى؟ وأخيرا، لماذا يرتبك هذا الصديق الحديث العهد على الأرجح والذي يقوم بزيارته الأولى، لأن زيارة أخرى في هذه الحال لن تكون والصديق لن يأتي مرة ثانية؟ لماذا يرتبك الصديق نفسه هذا الارتباك ويتخشب هذا التخشب مع كل ما لديه من سرعة البديهة إذا كانت له حقا، إن ينظر إلى سحنة مستقبله المقلوبة؟ والمستقبل بدوره لحق كليا أن يرتبك ويسقط في حيرة تامة من أمره بعد جهود خارقة وغير مجدية في الوقت ذاته ليسلسل الحديث ويزركشه ويظهر معرفته بأمور الدنيا من ناحيته، ويكسب ولو بمثل هذا الخنوع إعجاب الرجل المسكين الذي أخطأ العنوان وجاء ليزوره. وأخيرا، لماذا يختطف الضيف قبعته فجأة وينصرف مسرعا بعد أن يتذكر بغتة أمرا هاما للغاية لم يكن له وجود قط، ويحرر يده بطريقة ما من إضمامة المستقبل الحارة الذي يحاول بكل وسيلة ليظهر ندمه ويصحح ما ضاع؟ لماذا يضحك الصديق المنصرف وهو يطلع خلف الباب ويعطي في نفس الوقت عهدا على نفسه بأن لا يعود ثانية إلى هذا الغريب الأطوار، رغم أن غريب الأطوار هذا رقيق الحاشية في جوهره بشكل رائع، وفي الوقت ذاته لا يستطيع أن يرفض لخياله نزوة صغيرة ويقارن ولو بطريقة بعيدة بين سحنة صديقه قبل حين طوال وقت الزيارة بهيئة ذلك القطيط التعيس الذي أسره الأطفال ومرغوه وأرعبوه وجاروا عليه بكل وسيلة وأطاروا لبه، فانزوى عنهم أخيرا تحت المقعد في الظلام واضطر في خلوته هناك ساعة كاملة إلى أن ينفش شعره ويحمحم ويغسل بوزه الصغير بكلتا يديه، ويظل وقتا طويلا بعد هذا ينظر بعداء إلى الطبيعة والحياة وحتى إلى عطية من طعام سيده وفرتها له مديرة البيت المشفقة على عذاباته. اسمع، قطعتني ناستانكا التي كانت طوال الوقت تصغي إلي بدهشة وقد فتحت عينيها وفمها. أنا لا أعرف مطلقا لماذا حصل كل ذلك ولماذا تطرح علي أنت بالذات مثل هذه الأسئلة المضحكة، ولكن ما أعرفه بالضبط هو أن كل هذه المغامرات حصلت لك بالتأكيد كلمة بكلمة. بدون شك، أجبت بسحنة جدية للغاية، فردت ناستانكا: إذن استمر، لأنني أود كثيرا أن أعرف بما سينتهي كل هذا. أنت تريدين أن تعرفي يا ناستانكا ماذا كان بطلنا يفعل في زاويته، أو الأصح ماذا كنت أفعل أنا، لأن بطل القصة كلها هو أنا بشخص المتواضع. أنت تريدين أن تعرفي لماذا كنت مرتعبا بهذا الشكل وذاهلا طوال اليوم من زيارة الصديق غير المتوقع. أنت تريدين أن تعرفي لماذا انتفضت واحمررت بذلك الشكل حين انفتح باب غرفتي
ولماذا لم أحسن استقبال الضيف؟ فتدمرت بهذه الطريقة المخجلة نحو ثقل حسن ضيافتي. نعم نعم، هذا هو الأمر. اسمع، أنت تروي بشكل جميل، ولكن ألا يمكن أن تروي بأبسط من هذا الشكل الجميل؟ وإلا فأنت تتحدث وكأنك تقرأ من كتاب. أجبت بصوت جدي ذي اعتبار، وأنا لا أكاد أكتم ضحكتي. ناستانكا، يا ناستانكا الحلوة، أنا أعرف أنني أروي بشكل جميل، ولكنني أعتذر لأنني لا أستطيع أن أروي بغير هذه الطريقة. أنا الآن يا ناستانكا الحلوة، أنا الآن أشبه بجني الملك سليمان الذي ظل حبيسا في القمقم 1000 عام تحت 7 أختام، وأخيرا رفعت عنه هذه الأختام 7. الآن يا ناستانكا الحلوة، حين التقينا ثانية بعد الفراق الطويل، وأنا أقول ذلك لأنني أعرفك منذ زمن يا ناستانكا، لأنني كنت أبحث منذ زمن عن شخص، وهذه علامة على أنني كنت أبحث عنك بالذات، وقد كتب علينا أن نلتقي الآن. آلاف الصمامات فتحت في رأسي الآن، ويجب أن أتدفق كنهر من الكلمات، وإلا فسأختنق. وعلى هذا أرجو ألا تقاطعيني يا ناستانكا، وأصغي بخضوع وطاعة، وإلا فسأصمت. لا لا، مستحيل، تحدث، لن أنطق بكلمة بعد الآن. توجد في يومي يا صديقتي ناستانكا ساعة واحدة أحبها بشكل استثنائي، وهي الساعة التي تنتهي عندها كل الأعمال تقريبا، كل الوظائف والواجبات، ويسرع الجميع إلى بيوتهم ليتغدوا ويستلقوا لينالوا قسطا من الراحة، وفي الطريق يخترعون المواضيع البهيجة الأخرى بشأن المساء والليل وكل ما تبقى من أوقات الفراغ. بطلنا أيضا في هذه الساعة، واسمحي لي أنا ناستانكا أن أروي بضمير الغائب، لأنني سأشعر بخجل شديد إذا رويت بضمير المتكلم. بطلنا أيضا في هذه الساعة، وهو أيضا ما كان بلا عمل، يسير وراء الآخرين، إلا أن شعورا غريبا بالمتعة يترقص على وجهه الشاحب المهروس بعض الشيء، كما يلوح أن ينظر وليس بدون اكتراث إلى غسق المساء المنطفئ ببطء في سماء بطرسبورغ الباردة. وأنا أكذب حين أقول ينظر، إنه يقلب عينيه بسهوم، وكأنه متعب أو مشغول في الوقت ذاته بشيء ما أكثر إمتاعا، فلا يفرد من الوقت لكل ما حوله إلا خطفا وبدون شعور منه تقريبا، وهو مرتاح لأنه أنهى وإلى الغد الأعمال المزعجة بالنسبة له، فرحى كتلميذ المدرسة الذي أطلقوه من مقعد الصف إلى لعبته المفضلة وشقاواته. انظري إليه من جنب يا ناستانكا، تجد في الحال أن شعور الفرح قد أثر تأثيرا هانئا على أعصابه الضعيفة وخياله المستثار بشكل مرضي. أهو قد استغرق مفكرا في شيء ما، هل تظنين أنه فكر في غداء، في مساء اليوم، إلى ما ينظر هذه النظرة، إلى ذلك السيد ذي المظهر الرصين الذي انحنى بشكل فاتن إلى سيدة مرت به على عربة لامعة تجرها خيول متخطرة؟ لا يا ناستانكا، لا شأن له الآن بكل هذه الصغائر، إنه الآن غني بحياته الخاصة، كأنما أضحى غنيا فجأة وبطريقة ما، فلا غرو أن تألق أمامه بمثل هذه البهجة الشعاع الوداعي للشمس الآفلة، وأطلق من قلبه العامر بالدفء سربا كاملا من الانطباعات. الآن لا يكاد يلحظ الطريق الذي كانت أية صغيرة فيه يمكن أن تبهره، الآن نسجت آلهة الخيال. لو كنت قد قرأت جوكوفسكي يا ناستانكا الحلوة بيدها الفنطازية سداتا ذهبية، وجاءت تنتشي أمامه زخارف حياة أعجوبة لا مثيل لها، ومن يدري، فلربما حملته يدها الفنطازية من الرصيف الجرانيتي الرائع الذي يسير عليه عائدا، وصعدت به إلى السماء السابعة البلورية. حاولي أن توقفه الآن وباغته بالسؤال، أين يقف الآن وبأي شارع كان يسير؟ أغلب الظن أنه لن يتذكر شيئا، لا الشارع الذي كان يسير فيه ولا البقعة التي كان يقف عليها، وبعد أن يحمر من الضيق سيقول كذبة بالتأكيد
لإنقاذ الهيبة. ولهذا السبب جفل بشدة وكادت تند عنه صيحة، وتلفت فيما حوله مذعورا حين أوقفته عجوز محترمة وسط الرصيف. أوقفته باحترام وأخذت تستفسر منه عن الطريق الذي أضلته ويواصل طريقه عابس الأسارير من الانسحاج، دون أن يفطن إلى أن غير واحد من السابلة قد ابتسم وهو ينظر إليه وشيعه بنظرة، وأن فتاة صغيرة فسحت له الطريق مذعورة وضحكت بصوت عال وقد نظرت بكل عينيها إلى ابتسامته العريضة المتأملة وإيماءات يده، إلا أن هذا الخيال بعينيه قد اختطف في تحليقه العابث العجوز والسابل الفضوليين والفتاة الضاحكة والرجال الذين كانوا يتعشون على مراكبهم الخشبية التي كانت تملأ الفونتانكا. ولنفترض أن بطلنا كان يمر بها في ذلك الوقت وأوقع الجميع وكل شيء في شرنقته مثلما تقع ذبابة في نسيج عنكبوت. كان غريب الأطوار هذا قد دخل جحره اللطيفة بهذا المكسب الجديد. جلس إلى الغداء وفرغ منه منذ وقت طويل، ولم يفق على نفسه إلا حين فرغت ماترونا الساهمة الحزينة أبدا والتي كانت تخدمه، فرغت من رفع الأواني عن المائدة كليا وقدمت له الغليون. أفق على نفسه وتذكر بدهشة أنه قد فرغ من غدائه كليا بعد أن سهى عن ذلك كليا. أظلم الجو في الحجرة وفي روحه فراغ وحزن، وتحطمت حوله مملكة كاملة من الأحلام، تحطمت بلا أثر ولا ضجة ولا طقطقة، وغابت مثل حلم بينما هو لا يتذكر ماذا تراءى له، إلا أن إحساسا غامضا كان قد أخذ يزعجه قليلا وصدره يصعد ويهبط، ورغبة ما جديدة تدغدغه بإغراء وتستفز خياله وتستجمع سربا كاملا من الطيوف الجديدة، ويسود السكون في الحجرة الصغيرة وتطلق الوحدة والكسل العنان للمخيلة فتلتهب قليلا وتغلي قليلا مثل الماء في سخان ماترونا العجوز التي تروح وتجيء بهدوء بالقرب منه في المطبخ تحضر قهوته المطبخية الرديئة، وتجيء بالهدوء وها هي المخيلة تتفجر توهجات، ها هو الكتاب أخذه بلا هدف وكيفما اتفق يسقط من يد صاحب الحالم الذي لم يصل في قراءته حتى إلى الصفحة الثالثة، إن مخيلته قد شحذت من جديد واستثيرت، ومرة أخرى يظهر عالم جديد وحياة جديدة فاتنة تلمع في أفقه اللامع، حلم جديد يعني سعادة جديدة، تناول جديد لسم رهيف حلو الطعم. أوه، ما شأنه في حياتنا الواقعية؟ إننا حسب نظرته المأخوذة نعيش بكثير من الكسل والبطء والذبول، ونحن حسب نظرته مستاؤون جدا من قدرنا، مرهقون جدا من حياتنا. ولكن إذا أردت الحقيقة يا ناستانكا ونظرت إلى واقع الحال، بدا لك كل شيء بيننا من الوهلة الأولى باردا جهما وكالغاضب. ويفكر صاحبنا الحالم مساكين، ولا غرابة في تفكيره هذا، انظري إلى هذه الطيوف السحرية التي تتمثل أمامه بقدر كبير من الفتنة والانفلات والتمادي والسعة في لوحة سحرية حية يظهر في مقدمتها في الصدارة منها صاحبنا الحالم نفسه بشخصه الغالي. انظري أي مغامرات مختلفة الأنواع وأي فيض لا نهاية له من الرؤى المضطربة. ولربما تسألين بما يحلم؟ ولا حاجة لمثل هذا السؤال، إنه يحلم بكل شيء، بدور الشاعر المغمور في البداية والمتوج فيما بعد، وبأن يصادق هوفمان وباليلا فارفولومي وبديانا فيرنون، وبالدور البطولي عند استيلاء إيفان فاسيليفيتش على قازان، وبكلارا موفباراي وبايفي دينيس، وبمجلس المطارنة حيث مثل غوس، وبانتفاضة الموتى في روبرت. هل تذكرين الموسيقى؟ هناك رائحة مقبرة، ومينا وبراندا، وبالمعركة عند بيرزينا،
وبقراءة الأشعار عند الكونتيسة باكاترينا فورونتسوفا وعن دانتون وبكلوباترا وبالبيت الصغير في كولومنا وبركنه الخاص، وبالقرب منه مخلوق حبيب يصغي إليه في المساء الشتائي فاغر الفم مفتوح العينين كما تصغين أنت إلي الآن يا ملاك الصغير. لا يا ناستانكا، ما شأنه؟ ما شأن هذا الشهواني الكسول بهذه الحياة التي نودها أنا وأنت بشغف؟ إنه يظنها حياة بائسة حقيرة دون أن يحدث مسبقا أن ساعة اليأس قد تحل له أيضا في وقت ما، حيث سيتخلى عن كل أعوامه التي قضاها في الخيال لقاء يوم واحد من هذه الحياة الزهيدة، يتخلى عنها حتى لإلقاء سرور وسعادة، لأنه لا يريد أن يختار في ساعة الحزن والندم واليأس الشديد. ولكن هذا الوقت الرهيب لم يحل بعد، فهو لا يرغب في شيء لأنه أعلى من الرغبات، لأن له كل شيء، ولأنه مكتف شبعان، ولأنه هو نفسه فنان حياته يخلقه لنفسه كل ساعة وفق هواه الجديد. ذلك لأن هذا العالم الأسطوري الخيالي يخلق ببساطة كبيرة وبلا تكلف، وكأن كل ذلك ليس طيفا في واقع الأمر. حقا، إن الإنسان مستعد إلى التصديق في لحظة ما بأن هذه الحياة كلها ليست تأرث شعور، وليست سرابا ولا خداع المخيلة، بل هي في حقيقة الأمر واقع حقيقي فعلي. فلماذا يا ناستانكا، لماذا تضيق النفس في مثل هذه اللحظات؟ ولماذا يشتد النبض وتطفر الدموع من عيني الحالم ويلتهب خداه الشاحبان النديان بسحر ما بمشيئة مجهولة، ويملأ كيانه كله فرح لا يكبح؟ لماذا تمضي ليال أرق كاملة وكأنها لمحة في بهجة وسعادة لا تنضب، وحين يلمع الفجر بشعاع وردي في النافذة ويضيء الشروق الحجرة الجهماء بضوئه الخيالي المريب كما عندنا في بطرسبورغ، يلقى صاحبنا الحالم نفسه على السرير منهوكا مرهقا يخف في غيبوبة من شدة فرح روحه المريضة المسعوقة، وفي قلبه معذب لذيذ. أجل يا ناستانكا، ستنخدعين وتجدين نفسك تصدقين رغم غرابة الشخص عليك بأن عاطفة حقيقية صادقة تقلق روحه، تجدين نفسك تصدقين أن هناك شيئا حيا محسوسا في رؤاه الفارغة، إنه خداع على هذا الغرار. أهو الحب مثلا قد نزل إلى قلبه بكل الفرح الطاغي بكل العذابات المضنية، ولكن حالما تنظرين إليه تتيقنين. هل تصدقين يا ناستانكا الحلوة وأنت تنظرين إليه بأنه لم يكن يعرف حقا تلك التي أحبها بقوة في حلمه النشوان؟ هل من المعقول أنه لم يرها إلا في الطيوف الغاوية، وعند ذلك فقط حلم بهذه العاطفة؟ هل يعقل حقا أنهما لم يقطعا عدة سنوات من عمرهما متلازمين يدا بيد منفردين لوحدهما، وقد ألقيا وراء ظهريهما العالم كله، وربط كل واحد منهما عالمه حياته بعالم الآخر وحياته؟ هل من المعقول أنها لم تكن تلك التي كانت منطرحة على صدره منتحبة في حزن شديد في ساعة متأخرة حين حل الفراق، غير ملقية سمعا للعاصفة التي كانت تعربد في السماء الكالحة وللريح التي كانت تقطف الدموع من أهدابها السود وتحملها بعيدا؟ هل من المعقول أن كل ذلك كان حلما، وتلك الحديقة المقبضة الوحشية المهملة بممراتها التي نما فيها الطحلب المنعزلة الجهماء، حيث كانا غالبا ما يتنزهان ويأملان ويشوقان ويحبان، يحب أحدهما الآخر وقتا طويلا، وقتا طويلا وبرقة؟ وهذا البيت الغريب، بيت الجد الأكبر الذي عاشت فيه فترة من الزمن منعزلة حزينة مع زوجها العجوز العابس الصموت دائما والصفراوي الذي كان يرعبهما،
وهما المتخوفان كالأطفال، المتكتمان على حبهما بيأس خوف. وكم تعذبا وخافا، وكم كان حبهما بريئا ونقيا، وكم كانت الناس لؤومة. وهذا طبيعي هنا يا ناستانكا. ثم هل من المعقول يا إلهي أنه لم يلتقي بها فيما بعد، بعيدا عن سواحل وطنهما، تحت سماء غريبة، في الظهيرة القائضة، في المدينة العريقة الخالدة، في لآلئ حفلة راقصة وعاصفة الموسيقى في بلاتسا؟ في بلاتسا من كل بد، غارق في بحر من الأضواء، في تلك الشرفة المغطاة بالآس والورود، حيث عرفتها فأسرعت برفع قناعها وهمست: أنا حرة. وأخذت ترتعش وارتمت في أحضانه وصحا من شدة الفرح، وسارا وأحدهما ينضغط على الآخر، وفي لحظة واحدة نسيا الفاجعة والفراق وكل العذابات والبيت الموحش والعجوز والحديقة الكئيبة في الوطن البعيد والمصطبة التي كانا جالسين عليها حين أفلتت بقبلة هائمة أخيرا من أحضانه المتخدرة في عذاب يائس. آه يا ناستانكا، لابد أن توافقي على أنها سترفرف وترتبك وتحمر مثل تلميذ أخفى في جيبه لتوه تفاحة سرقها من حديقة الجيران، حيث يفتح باب حجرتك شاب طويل معافى ممراح فكه، وهو صديق غير مدعو لك ويهتف وكأن شيئا لم يحدث: أنا قادم من بافلوفسك منذ لحظة يا أخ. يا إلهي، إن الكونت العجوز قد توفي، وتهل سعادة يستحيل التعبير عنها بكلمات. وهنا يصل ناس من بافلوفسك وأغرق في صمت مؤثر بعد أن فرغت من إطلاق هتافات المؤثرة، وأتذكر أن رغبة عارمة راودتني في أن أجبر نفسي على القهقهة، لأنني كنت أحس أن شيطانا صغيرا معاديا يتململ في داخلي، وأنه قد أخذ بالفعل يمسك حنجرتي ويهز ذقني، وأن عيني تتنديان أكثر فأكثر. انتظرت أن تطلق ناستانكا التي كانت تصغي إلي وعيناها الذكيتان مفتوحتان كل ضحكاتها الطفولية المرحة، وندمت على أنني تماديت وحكيت على الفارغ كل ما كان يفور في قلبي منذ زمان، وهو ما كنت قادرا على أن أتحدث عنه نابعا من نفسي، ذلك لأنني قد أعددت لنفسي ومنذ زمان قرار حكم على نفسي ولم أستطع الآن إلا أن أقرأه وأعترف غير منتظر أن يفهمني الناس. ولكنها صمتت وسط دهشتي، وبعد قليل ضغطت على يدي ضغطا خفيفا وسألت بسعادة متهيبة: هل من المعقول أنك عشت حياتك كلها بهذا الشكل؟ أجبت: كل حياتي يا ناستانكا، كل حياتي، وأظنني سأختمها بهذا الشكل أيضا. قالت قلقة: لا، هذا لا يجوز، هذا لن يكون، إذن سأقضي حياتي كلها قرب جدتي على ما أظن. اسمع، هل تعرف أن العيش بهذا الشكل غير صائب على الإطلاق؟ صرخت غير قادر على كبت مشاعري أكثر. أعرف يا ناستانكا، أعرف، والآن بالذات أعرف أكثر من أي وقت مضى أنني قد أضعت عبثا كل أحسن سنوات حياتي الماضية. أنا أعرف ذلك الآن، وإدراكي له يجعلني أحس بألم أكثر، لأن الله نفسه بعثك إلي يا ملاك الطيب لتقول لي ذلك وتؤكدي. والآن حين أجلس إلى قربك وأتحدث معك يرهبني حتى مجرد التفكير في المستقبل، لأن في المستقبل الوحدة مرة أخرى وتلك الحياة النتنة العقيمة، وبأي شيء سأحلو ما دمت سعيدا هذه السعادة وأنا في يقظتي بالقرب منك. أوه، بوركت أيتها الفتاة العزيزة على أنك لم ترفضيني منذ المقابلة الأولى، وعلى أنني، وهذا ما أستطيع أن أقوله منذ الآن، قد عشت على الأقل مساءين في حياتي. أوه لا لا لا، لن يكون هذا بعد الآن، لن أفترق بهذا الشكل، ما قيمة مساءين؟ أوه يا ناستانكا، ناستانكا، هل تعرفين كيف صالحتني مع نفسي ولوقت طويل؟ هل تعرفين أنني لن أسيء الظن بنفسي
كما كنت أفعل في لحظات أخرى؟ هل تعرفين أنني ربما لن أتفجع بعد الآن؟ على الأقل أنني ارتكبت جريمة وإثما في حياتي، لأنه مثل هذه الحياة هي الجريمة وهي الإثم. ولا تظني أنني ضخمت لك شيئا ما، لا تفكري في ذلك يا ناستانكا، بحق الرب، لأن لحظات من الوحشة والوحشة القاسية تتلبسني أحيانا، ولأنني في تلك اللحظات أتوهم بأنني لن أكون مقتدرا قط على أن أبدأ حياة حقيقية، ولأنه كان يبدو لي بالفعل أنني قد فقدت كل لباقة، كل تحسس للحاضر، للواقع، لأنني، وهذا أخيرا، لعنت نفسي بنفسي، لأنني بعد ليالي الخيالية أشهد لحظات من الصحو مريعة، خلال ذلك أسمع رعة الحياة يهدر حولي وحشود الناس تدور في دوامة حياتية، أسمع وأرى كيف يعيش الناس، يعيشون اليقظة، وأرى الحياة غير محرمة عليهم، وأن حياتهم لا تتبدد كالحلم، كالرؤية، إن حياتهم متجددة أبدا، فتية أبدا، لا تشبه ساعة واحدة منها ساعة أخرى، بينما الخيال المرتعب مقبض جدا، ورتيب إلى حد الابتذال، عبد للظل، للفكرة، عبد للسحابة الأولى التي تحجب الشمس فجأة، وتعصر بالوحشة قلب البطرسبرغي الحقيقي الذي يعتز بشمسه كثيرا. وأي خيال بعدئذ في الوحشة. وأشعر أخيرا بأنه يتعب، ينضب في توتر دائم، هذا الخيال الذي لا ينضب، إنني أنضج وأخرج على مثل السابقة، بينما تتهشم هي إلى غبار، إلى حطام، إذا لم تكن ثمة حياة أخرى، فتضطر أن تبني من هذا الحطام، وخلال ذلك تتمنى النفس هذا أو ذاك، وعبثا ينبش الحالم في أحلامه القديمة، كما ينبش باحثا في هذا الرماد عن أي شرارة صغيرة لينفخ فيها ويؤججها ويدفئ في النار المنبعثة قلبه المتبرد، ويبعث فيه من جديد كل ما كان من قبل عزيزا عليه وأثيرا في نفسه، وأغلت الدم فيه وانتزعت الدموع من عيونه، إلا أنه خدعه هذه الخديعة الترفة. هل تعرفين أنني إلى ما وصلت يا ناستانكا؟ هل تعرفين أنني مجبر على أن أحتفل بذكرى إحساساتي، ذكرى ما كان من قبل عزيزا جدا بينما لم يكن له وجود في الحقيقة؟ لأن الاحتفال بهذه الذكرى يجري دائما حسب تلك الأحلام البلهاء غير المجسدة نفسها، وأنا أفعل ذلك مع أن هذه الأحلام البلهاء نفسها لا وجود لها، لأنني لا أملك وسيلة لأعايشها. ذلك لأن الأحلام أيضا تعايش. هل تعرفين أنني الآن أحب أن أتذكر وأزور في مواعيد محددة الأماكن التي كنت فيها سعيدا في يوم ما بطريقة الخاصة، وأحب الآن أن أبني حاضري بالانسجام مع ماضية الذي لا عودة له، وغالبا ما أطوف في خبايا بطرسبورغ وشوارعها كالخيال بلا حاجة ولا غاية، مغموما محزونة، وآية ذكريات هذه كلها. أتذكر مثلا أنني كنت قبل عام بالضبط وبنفس الفصل وبنفس الساعة أتجول هنا على هذا الرصيف وحيدا أيضا مغموما كما أنا الآن، وأتذكر تلك الأحلام السالفة كانت حزينة، ورغم أن الحالة من قبل لم تكن بالأحسن، إلا أنني على أي حال أحس بأن العيش كان أيسر وأكثر هدوءا على ما يبدو، ولم يكن هناك وجود للفكرة السوداء التي تلح علي الآن، ولم تكن هناك تقريعات الضمير هذا، التقريعات الكئيبة الجهمة التي لا تتركني الآن بهدوء لا نهار ولا ليل. وأسأل نفسي، أين أحلامك هذا؟ وأهز رأسي وأقول، ما أسرع انقضاء السنين. ثم أسأل نفسي مرة أخرى، ماذا فعلت بسنواتك؟ وأين دفنت أفضل عمرك؟ هل كنت تعيش أم لا؟ وأقول لنفسي، انظر كيف يبرد العالم
وستنقضي سنون أخرى، وبعدها تأتي الوحدة الموحشة، وتأتي الشيخوخة الراعشة مع العكاز، ووراءها الوحشة والقنوط، وسيشحب عالمك الخيالي، وتجمد أحلامك وتذبل، وتتساقط كما تتساقط الأوراق الصفر من الأشجار. أوه ناستانكا، إن من المحزن أن يظل الإنسان وحيدا كليا، بل ولا يملك شيئا يأسف عليه، لا شيء، لا شيء على الإطلاق، لأن كل ما أضاعه كل ذلك لم يكن إلا صفرا أصم لا قيمة له، لم يكن حلما. قالت ناستانكا ماسحة دمعة صغيرة تدحرجت من عينيها: كفى، لا تثير شفقة في نفسي أكثر، انتهى الآن، سنكون الآن معا، الآن لن نفترق مهما يحدث. اسمع، أنا فتاة بسيطة قليلة التعليم، رغم أن جدتي استأجرت لي معلما، ولكنني في الحقيقة أفهمك، لأن كل ما حكيته لي الآن قد عانيته بالفعل حين ربطتني جدتي بثوبها، ولكن بالطبع لا أستطيع أن أرويه بالطريقة الجيدة التي رويته بها أنت. أضافت بتهيب، لأنها كانت ما تزال تشعر بالاحترام نحو خطاب المتحذلق وبأسلوب الرفيع. لست متعلمة، ولكنني مسرورة جدا من أنك شاركتني ما يجول بداخلك، والآن أنا أعرفك، أعرفك كليا، أعرف كل شيء، ولكن أتعرف؟ أريد أن أحدثك عن قصتي كلها دون أن أخفي عنك شيئا، وعليك أن تقدم للنصح بعد ذلك، أنت إنسان ذكي جدا، فهل تعدني بأن تقدم النصح لي؟ يا ناستانكا، رغم أنني لم أكن نصيحا أبدا، بل أن أكون نصيحا ذكيا، إلا أنني أرى أننا لو نعيش بهذا الشكل في المستقبل أيضا، فإن ذلك سيكون في غاية الذكاء، وسيقدم أحدنا للآخر الكثير من النصائح الذكية. ولكن أية نصيحة أقدمها لك يا ناستانكاي الحلوة؟ قولي بصراحة، فأنا الآن مبتهج سعيد، جريء ذكي، بحيث لا تتعذر علي أي كلمة. قاطعتني ناستانكا ضحكة: لا لا، لست بحاجة إلى النصح الذكي فقط، بل بحاجة إلى النصح المخلص الأخوي، وكأنك تحبني العمر بطوله. صحت من شدة الفرح: موافق يا ناستانكا، موافق، لو كنت أحبك منذ 20 عاما لما أحببتك بقوة حبي الآن. قالت ناستانكا: هاتي يدك. هذه هي، أجبتها وقدمت لها يدي. إذن لنبدأ قصتي. قصة ناستانكا. أنت تعرف نصف قصتي الآن، أقصد أنت تعرف أن لي جدة عجوز. قاطعتها ضاحكا: وإذا كان النصف الثاني قصيرا كهذا. أسكت واسمع، ليكن بيننا اتفاق قبل كل شيء، لا تقاطعني وإلا فسيتيه فكري. لي جدة عجوز، جئت لأعيش عندها وأنا ما أزال صبية صغيرة جدا، لأن أمي وأبي توفيا، علمتني الفرنسية ثم استأجرت لي معلما، وحين كنت في 15، أنا الآن في 17، استغنينا عن المعلم، وفي هذه الفترة بالذات أخذت أعبث، وأنا لن أقول لك ماذا فعلت، يكفي أن أخبرك أن الفعلة لم تكن كبيرة، إلا أن جدتي استدعتني إلى غرفتها في صباح أحد الأيام وقالت: بما أنها عمياء فليس في وسعها أن ترى ماذا أفعل، وتناولت دبوسا وربطتني بثوبها قائلة بأننا سنبقى العمر كله هكذا إذا لم أحسن سلوكي بالطبع، وباختصار لم يكن من الممكن الابتعاد عنها في الفترة الأولى، فكنت أشتغل وأقرأ وأدرس بالقرب من الجدة، حاولت التحايل ذات مرة وأقنعت فيكلا خادمة الصماء بأن تجلس في مكاني، فجلست، وكانت الجدة في هذه الأثناء نائمة على مقعدها، فخرجت لزيارة صديقة لي غير بعيد عن البيت، ولكن العاقبة كانت سيئة، استيقظت جدتي في غيابي وسألت عن شيء، وهي تظن أنني لا أزال جالسة في مكاني ساكنة، ورأت فكرة أن الجدة تسأل ولكنها لا تسمع عما تسأل، وفكرت ماذا عليها أن تفعل، ففكت الدبوس وولت هاربة. وفي هذه اللحظة
توقفت ناستانكا وأنشأت تضحك، فأخذت أضحك معها فتوقفت في الحال. اسمع، لا تضحك من جدتي، أنا أضحك مما يضحك. ما العمل إذا كانت الجدة بهذا الشكل؟ في الواقع ومع ذلك فأنا أحبها قليلا. طيب، عندئذ لقيت جزائي، أقعدوني في مكاني حالا حتى تعذر علي حتى التململ. نسيت أن أقول لك أيضا أن لنا، أقصد لجدتي، بيتا، أقصد بويتا صغيرا، فيه 3 شبابيك فقط، خشبا في خشب، هرما مثل جدتي، وفي الأعلى طابق علوي، وقد انتقل إلينا نزيل جديد سكن في هذا الطابق. فقلت على العابر، يعني كان هناك نزيل آخر قبله؟ بالطبع كان، يحسن الصمت أفضل منك. كان عجوزا ضئيل الجسم، جاف العود، أبكم، أعمى، أعرج، حتى تعذر عليه أخيرا أن يعيش في هذه الدنيا فمات. فاقتضى أن نأخذ نزيلا جديدا، لأننا لا نستطيع أن ندبر أمور العيش بدون نزيل، فهو وتقاعد الجدة كل دخلنا تقريبا. وكان النزيل الجديد شابا نازحا ليس من مدينتنا، وسمحت له جدتي لأنه لم يعاكس، وبعدها سألتني: اسمعي يا ناستانكا، هل نزيلنا شاب أم لا؟ لم أريد أن أكذب فقلت: بين، ليس شابا تماما وليس عجوزا. وهل هو حلو المظهر؟ مرة أخرى لم أريد أن أكذب: نعم يا جدتي، حلو المظهر. أوه، مصيبة، مصيبة، وأنا أقول لك ذلك يا حفيدتي حتى لا تتطلعي إليه. الحياة حياة، النزيل فتى، وحلو المظهر علاوة على ذلك، ولسنا في قديم الزمان. وجدتي تهوى قديم الزمان في كل شيء، ففي قديم الزمان كانت أصغر سناً، والشمس في قديم الزمان أكثر دفئاً، والقشدة في قديم الزمان لا تحمض بمثل هذه السرعة. كل شيء في قديم الزمان، وأقعد صامتة وفي سر أفكر: ما هذا الذي تلقنه جدتي لي؟ أفكر في ذلك في سري فقط، بينما بقيت أدرز العرى وأحوك الجوارب، وفيما بعد نسيت ذلك كليا. وذات مرة في الصباح جاء إلينا النزيل وسأل عن وعدنا بتغليف حجرته بورق الحائط، وكلمة تجر كلمة، فجدتي ثرثارة: اذهبي يا ناستانكا إلى غرفة نومي واجلبي لي الحسابات. وبدلا من أن أفك الدبوس وأنسل بهدوء دون أن يرى النزيل، قفزت في الحال محمرة لسبب لا أعرفه، وقد نسيت أنني مربوطة بدبوس، اندفعت بقوة جرت كرسي الجدة. ولما أدركت أن النزيل قد عرف كل شيء عني الآن، تدرجت بالحمرة وتسمرت في مكاني، بل وانفجرت باكية، فقد أحسست بالخجل الشديد والمرارة في تلك اللحظة، حتى وددت أن أغيب عن الدنيا. وجدتي تصرخ: لماذا أنت واقفة؟ فزاد ذلك نحيبي، ولما رأى نزيل خجلي استأذن بالانصراف وخرج. ومنذ ذلك الحين ما إن تصدر حركة طفيفة في مدخل البيت حتى أتجمد كالميتة، أفكر في أن نزيل قادم، وأفك الدبوس بهدوء احتياطا إلى أنه لم يكن القادم. طوال الوقت لم يكن القادم، ومر أسبوعان، ويبلغ النزيل عن طريق فيكلا بأن له الكثير من الكتب الفرنسية وأنها جيدة كلها بحيث يمكن أن تقرأ. أفلا تريدين جدتي بأن أقرأها لك دفعا للدجر؟ وافقت جدتي مع الشكر، إلى أنها ظلت تسأل طوال الوقت: أهي كتب مهذبة أم لا؟ وإن لم تكن كذلك فلا تجوز لك قراءتها. وماذا أتعلم يا جدتي؟ أي شيء مكتوب فيها؟ آها، مكتوب فيها كيف أن الشبان يغوون الفتيات الشريفات بحجة أنهم يريدون أن يتزوجوهن، فيأخذونهن من بيوت آبائهن، وفيما بعد
يتركون هؤلاء الأوانيس التعيسات ليد القدر فيهلكن هلاكا مزريا للغاية. قرأت الكثير من هذه الكتب وكلها رائعة الوصف، حتى إنك تقضين الليل كله قاعدة تقرأين فيها. وحاسبي يا نستنكا لتقرأي، فأية كتب أرسل؟ كلها روايات والتر سكوت يا جدتي. روايات والتر سكوت، ولكن أليس فيها مكائد؟ انظري انظري، هل وضع فيها رسالة غرامية؟ لا يا جدتي، ليست فيها رسائل. ولكن انظري تحت التجليد، أحيانا هؤلاء المفسدون يحشرونها في كعب التجليد. لا يا جدتي، لا توجد في كعب التجليد أيضا. هيا إذن. وأخذنا نقرأ والتر سكوت، وفي ظرف شهر قرأنا نصفها تقريبا، وبعد ذلك أرسل المزيد والمزيد من الكتب، وأرسل كتب بوشكين أيضا، حتى أنني في آخر الأمر لم أعد قادرة على التخلص من الكتب، فتوقفت عن التفكير في الزواج من أمير صيني. وكان هذا حالي حين التقيت ذات مرة مصادفة بنزيلنا على الدرج، وكانت جدتي قد أرسلتني في شأن من الشؤون. توقف النزيل وشعرت بالحمرة تعلو وجهي، وأحمر هو أيضا، إلى أنه أخذ يضحك وسلم علي وسأل عن صحة الجدة. هل قرأت الكتب؟ نعم قرأتها. وما الذي أعجبك أكثر؟ أكثر ما أعجبني إيفانهو وبوشكين. في هذه المرة انتهى الأمر إلى هذا الحد، وبعد أسبوع صادفته على الدرج مرة أخرى. لم ترسلني الجدة، بل أنا نفسي كنت خارجة في شأن من شؤوني. كانت الساعة الثالثة والنزيل يعود إلى البيت في هذا الوقت. مرحبا. مرحبا. ألا تتضجرين من الجلوس؟ اليوم كله مع الجدة؟ وما إن سألني هذا السؤال حتى شعرت بالدم يصعد إلى وجهي لسبب لا أعرفه، وخجلت من نفسي وأحسست بالإذلال مرة أخرى، والظاهر لأن الآخرين صاروا يسألون هذا السؤال أيضا. أردت أن أمتنع عن الجواب وأنصرف، ولكن لم تكن لي القوة. اسمعي، أنت فتاة طيبة، واعذريني على أنني أتكلم معك بهذا الشكل، ولكنني أؤكد لك أنني أرجو لك الخير أكثر من جدتك. أليست لك صويحبات يمكن أن تزوريهن؟ ليست لي إلا واحدة، هي مشانكا، وحتى هذه رحلت إلى بيسكوف. اسمعي، هل ترغبين في الذهاب معي إلى المسرح؟ إلى المسرح؟ وجدتي؟ انسلي منها بهدوء. لا، لا أريد خداع جدتي. مع السلامة. طيب، مع السلامة. قال ذلك ولم يضف شيئا، إلا أنه أتى إلينا بعد الغداء. جلس وتحدث مع الجدة طويلا، وراح يسأل هل هي تزور أحدا ما، وهل لها معارف، وإذا به يقول فجأة: اليوم حجزت مقصورة في الأوبرا، إنهم يقدمون حلاق إشبيلية، رغب أصحابي في أن يشاهدوها ولكنهم تخلوا بعد ذلك، فبقيت عندي تذكرة زائدة. حلاق إشبيلية؟ نفس ذلك الحلاق الذي كانوا يعرضونه في قديم الزمان؟ نعم، نفس الحلاق. ورمقني وفهمت كل شيء، وعلتني حمرة، وأخذ قلبي ينط من الانتظار. بالطبع، وكيف لا أعرف؟ أنا نفسي في قديم الزمان مثلت دور روزينا في مسرح بيتي. ألا ترغبين في الذهاب اليوم؟ عندي تذكرة، حرام أن تذهب سدى. أظننا سنذهب، ولم لا؟ يا ربي، يا لها من فرصة! وفي الحال تهيأنا وتأنقنا وذهبنا، ورغم أن جدتي عمياء
إلى أنها كانت تحب سماع الموسيقى على الأقل، وهي فضلا عن ذلك عجوز طيبة أرادت أن ترفه عني أكثر من أي شيء آخر، وما كنا لنذهب وحدنا. ولا أقول أي انطباع تركه حلاق إشبيليا سوى أن النزيل ظل طوال السهرة يرمقني بلطف ويتحدث بلطف، حتى أنني أدركت في الحال أنه في الصباح كان يختبرني حين عرض أن أذهب لوحدي معه إلى المسرح. ولكن ما أشد فرحتي، آويت لأنام فخورة مبتهجة خفاقة القلب حتى انتابتني حمى صغيرة، فكنت طوال الليل أهذي عن حلاق إشبيليا. ظننت أنه سيتردد علينا أكثر فأكثر بعد هذا المساء، ولكنه لم يفعل. كف عن المجيء كليا تقريبا، صار يأتي مرة في كل شهر، وهذه أيضا ليدعونا إلى المسرح، وقد ذهبنا مرة أو مرتين فيما بعد، إلا أنني استأت لذلك تماما. أدركت أنه يرثي لحالي لا غير، لأن الجدة تعاملني هذه المعاملة ولا أكثر من ذلك، وكلما تقدم الوقت صارت تنتابني حالة لا أستطيع فيها أن أقعد في مكاني ولا أن أقرأ ولا أن أعمل، وأحيانا أضحك وأفعل شيئا لأناكد جدتي، وأحيانا أخرى مجرد أن أبكي. وأخيرا نحفت وكنت على شفا المرض، انتهى موسم الأوبرا وكف النزيل عن زيارتنا، وكنا حين نلتقي على الدرج نفسه بالطبع كان ينحني محيا بصمت وبجدية تامة، وكأنه لا يرغب حتى في الكلام، وأظل أنا واقفة في منتصف الدرج حتى بعد أن يتجاوزني إلى مدخل البيت تماما، وأحمر كالكرز لأن دمي كله كان يصعد إلى رأسي حين ألتقيه. والآن هذه هي النهاية، قبل عام بالتمام في شهر أيار يأتي النزيل إلينا ويقول للجدة أنه فرغ من مشاغل عمله هنا كليا، وعليه أن يسافر إلى موسكو ثانية لمدة عام. ما كدت أسمع ذلك حتى امتقعت وسقطت على الكرسي كالميتة. ولم تلحظ الجدة شيئا، أما هو فبعد أن أعلن أنه سيرحل عنا انحنى لنا محيا وانصرف. ماذا علي أن أفعل؟ فكرت وأطلت التفكير، ولكنني عقدت أمري أخيرا. غدا يجب أن أرحل، فعزمت على أن أنهي كل شيء في المساء حين تأوي الجدة إلى فراشها لتنام. وهذا ما حصل. جمعت في صورة كل ما أحتاجه من ثياب وملابس داخلية، وصعدت والصورة بيدي وأنا لا حية ولا ميتة إلى العلية حيث يقيم نزيلنا. أظن أنني قضيت ساعة كاملة في صعود الدرج، وحين فتحت عليه الباب أطلق صرخة عندما رآني، ظن أنني شبح فهرع ليقدم لي الماء، لأنني ما كدت أستطيع الوقوف على رجلي، وكان قلبي يدق بقوة وكان فكري مشوشا. وحين عدت إلى رشدي وضعت صورتي على فراشه وجلست بالقرب منها وغطيت وجهي بيدي وأخذت أبكي وأبكي وأبكي، والظاهر أنه فهم كل شيء بلمحة واحدة ووقف أمامي شاحبا ينظر إلي بحزن شديد. اسمعي اسمعي يا ناستينكا، أنا عاجز لا أستطيع شيئا، فأنا فقير لا أملك شيئا الآن، حتى المكان اللائق لا أملكه، فكيف سنعيش إذا تزوجتك؟ تحدثنا طويلا إلى أن نوبة من الجنون تملكتني، فقلت أنني لا أستطيع العيش مع جدتي وأنني سأهرب منها، ولا أريد أن يربطني أحد بدبوس، وأنني ذاهبة معه إلى موسكو أراد أم لم يرد، لأنني لا أستطيع العيش بدونه. تكلم في الخجل والحب والكبرياء دفعة واحدة حتى أكاد يغمى علي. ظل بضع دقائق قاعدا في صمت، ثم نهض اقترب مني وأخذ يدي. اسمعي يا فتاة الطيبة ناستينكا الحلوة، أنشأ يقول من خلال الدموع أيضا، اسمعي أقسم لك بأنني إن أصبح في وقت ما في حالة تسمح لي بالزواج فإنك ستكونين سعادتي،
بالتأكيد، وأؤكد لك الآن إنك وحدك تستطيعين أن تهبين السعادة. اسمعي، سأسافر إلى موسكو وأمكث هناك عاما كاملا، وأنا آمل بأن أدبر أموري، وحين أعود وأنت ما تزالين مقيمة على حبي فسنسعد كلانا، وأقسم لك على ذلك. الآن غير ممكن، أنا لا أستطيع، وليس لي الحق في أن أعدك بشيء، ولكنني أكرر، إذا لم يتحقق هذا بعد عام فسيتحقق في وقت ما بالتأكيد. هذا إذا لم تفضلي أحدا علي، لأنني لا أستطيع ولا أجرؤ على أن أربطك بكلمة وعد. هذا ما قاله لي، وفي الغد سافر، واتفقنا سوية على أن لا نقول أي كلمة للجدة، وهذا ما أراده، وهذه خاتمة قصتي تقريبا. انقضى عام كامل وقد وصل، وهو هنا منذ 3 أيام، وحتى ماذا حتى؟ صحت وأنا شغوف إلى سماع الخاتمة. وحتى الآن لم يظهر، ردت نستانكا وكأنها تستجمع قواها. لا حس ولا نفس. وتوقفت هنا وصمتت قليلا وأطرقت رأسها، وفجأة غطت وجهها بيديها وأجهشت تبكي جهيشا قطع نياط قلبي في صدري. لم أنتظر قط خاتمة كهذه. أنشأت أقول بصوت متهيب ملاطف، نستانكا نستانكا، لا تبكي بحق الرب، كيف تعرفين؟ ربما لم يأتي بعد. إنه هنا وأنا أعرف ذلك، كان بيننا شرط منذ ذلك المساء عشية سفره، وكنا قد قلنا كل ما رويته لك وتعاهدنا، وخرجنا إلى هنا نتنزه على شارع النهر هذا نفسه. كانت الساعة 10 وقد جلسنا على هذه المصطبة، وكنت قد كففت عن البكاء، وكان يحلو لي أن أسمع ما كان يقول. قال إنه سيجيء إلي حال وصوله، وإذا لم أرفضه فسنخبر الجدة بكل شيء، والآن وصل وأنا أعرف ذلك، ولكنه لم يأتي، لم يأتي. وفاضت دموعها من جديد. يا إلهي، أحقا لا يمكن مساعدة إنسان في ساعة الشدة؟ صحت وقد وثبت من المصطبة في ذهول تام. قولي لي يا نستانكا، هل يجوز أن أذهب إليه؟ وهل هذا ممكن؟ قالت ذلك وقد رفعت رأسها فجأة. لا، بالطبع لا، قلت مستدركا فجأة، ولكن اكتبي له رسالة. لا، هذا غير ممكن، هذا مستحيل، أجابت بحزم ولكنها مطرقة الرأس. تغض الطرف عني، كيف مستحيل؟ لماذا مستحيل؟ تبعت قولي متشبثا بفكرتي. لعلمك يا نستانكا، الرسالة تنفع، رسالة عن رسالة تختلف. يا نستانكا، صدقيني صدقيني، لن أشير لك بنصيحة سيئة، كل شيء يمكن تدبيره، لقد بدأت الخطوة الأولى، فلما الآن؟ مستحيل مستحيل، سأكون وكأنني أفرض عليه. لا قطعا لا، فأنت في آخر الأمر محقة، لأنه وعدك، كما أنني أرى من كل شيء أنه إنسان مرهف، وأنه تصرفا حسنا. تابعت كلامي مأخوذا أكثر فأكثر بمنطقية استنتاجاتي واقتناعاتي. وكيف تصرف هو؟ ربط نفسه بوعد؟ فقال لن يتزوج واحدة غيرك؟ إذا كان يتزوج وترك لك الحرية الكاملة في رفضه، والآن في هذه الحال يمكن أن تقومي بالخطوة الأولى، إن لك الحق ولك الامتياز عليه، على الأقل لو أردت مثلا أن تعفيه من الوعد الذي أعطاه. اسمع، فكيف لو كتبت أنت؟ ماذا؟ هذه الرسالة. إذن لتكتبي حضرة السيد؟ أهذا ضروري أن تكتب حضرة السيد؟ من كل بد، ولم لا؟ بالمناسبة أعتقد، هيا واصل واصل. حضرة السيد، أرجو المعذرة، أنا لا 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 حاجة إلى أي معذرة، الحقيقة نفسها تبرر كل شيء. اكتبي رأسا. أكتب لك واعذرني على نفاد الصبر، ولكنني كنت العام كله هانئة بالأمل، فهل أنا ملومة على أنني لم أستطع الآن تحمل حتى الشك؟
ربما، وقد عدت الآن قد غيرت ما نويت عليه، وعندئذ ستقول لك هذه الرسالة أنني لا أتذمر ولا ألومك، لا ألومك على أنني لا أملك السيطرة على قلبك، هذا هو القدر. أنت إنسان نبيل، فلا تبتسم ولا تضجر من سطور الجزعة هذه، وتذكر أن كاتبتها فتاة مسكينة، وأنها وحيدة ليس عندها من يعلمها ويسدي لها النصح، وأنها لم تكن في يوم ما تملك السيطرة على قلبها. وسامحني إذا كان الشك قد تسرب إلى روحي ولو للحظة واحدة، فأنت غير مقتدر على أن تقدر ولو بالخيال تلك الفتاة التي أحبتك ذلك الحب وما تزال تحبك. نعم نعم، هذا بالضبط ما فكرت به، صاحت ناستانكا ولمعت الفرحة في عينيها. لقد بددت شكوكي، لقد بعثك الله إلي، شكرا شكرا لك. على أي شيء؟ على أن الله بعثني؟ أجبت وأنا أنظر نشوانا إلى وجهها الفرح. نعم، على هذا على الأقل. آه يا ناستانكا، يتعين علينا أحيانا أن نشكر الآخرين على أنهم على الأقل يعيشون معنا، وأنا أشكرك على أنك التقيت بي وعلى أنني سأظل العمر كله أتذكرك. طيب كفى، والآن اسمع ما سأقوله لك. في حينها اتفقنا على شرط، وهو أن يعلمني حال ما يصل وأن يترك لي رسالة في مكان عندما عرف لي. هم أناس طيبون بسطاء لا يعرفون شيئا عن هذا، وإذا تعذر عليه أن يكتب رسالة لي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول كل شيء في رسالة، فإنه سيكون هنا في يوم وصوله في الساعة 10 تماما، حيث اتفقنا على أن نلتقي. وقد علمت بوصوله الآن، ولكن هذا هو اليوم الثالث ولا هو ظهر ولا الرسالة، وأنا لا أستطيع الابتعاد عن جدتي في الصباح أبدا، فخذ رسالتي في الغد إلى نفس أولئك الناس الطيبين الذين أخبرتك عنهم، فإنهم سيرسلون هذه الرسالة بأنفسهم، وحين يكون هناك جواب اجلبه أنت بنفسك الساعة 10 مساء. ولكن الرسالة، يجب أن تكتب الرسالة أولا، لن تكون جاهزة إلا بعد الغد. أجابت ناستانكا وتلجلجت قليلا. الرسالة لكن، ولكنها لم تتم كلامها، أشاحت وجهها عني في البداية واحمرت كوردة، وفجأة تحسست رسالة في يدي، كانت على ما يبدو مكتوبة منذ زمان وفي أتم هيئة ومختومة، وطافت في رأسي ذكرى عذبة ظريفة، فأخذت أترنم: روزينا. أنشدنا سويا، وكدت أعانقها من شدة الفرح، فاحمرت أشد ما تستطيع من الاحمرار، وضحكت من خلال الدموع التي كانت ترتعش على رموشها كاللآلة. طيب يكفي يكفي، ودعني الآن، قالت سريعة الكلام. هذه هي الرسالة وهذا العنوان الذي يجب أن تأخذها إليه، وداعا، إلى اللقاء، إلى الغد. وشدت على يدي كلتيهما بقوة وهزت رأسها وانطلقت كالسهم إلى زقاقها. وقفت في مكاني وقتا طويلا أشيعها بعيني. إلى الغد، إلى الغد، نطقت في سري حين غابت عن عيني. الليلة الثالثة. كان اليوم كئيبا ممطرا يبدو بلا نهاية، كأنه شيخوخة القادمة، وتضايقني أفكار غريبة، أحاسيس غريبة تتزاحم في رأسي، أسئلة ما تزال غير واضحة لي، وليست لي القوة ولا الرغبة في حلها، لست مكلفا بحل كل هذا. اليوم لا نلتقي، وبالأمس حين تواعدنا كانت السحب تحجب السماء والضباب يتصاعد، وقلت غدا سيكون يوما سيئا، ولم تجب، لم ترد أن تتكلم ضد نفسها، فهذا اليوم بالنسبة لها وضاء وصاف،
وما من سحابة تحجب سعادتها. قالت: إذا نزل المطر فلن آتي. وأظن أنها لم تلحظ مطر اليوم، ولكنها لم تأتي. البارحة كان لقاؤنا الثالث، ليلتنا البيضاء الثالثة، ومع ذلك فعجيب كيف يجعل الفرح والسعادة الإنسان رائعا، كيف يضرم القلب بالحب فيخيل إليك أنك تود أن تبوح بمكنون قلبك لقلب آخر، وتود أن يصير كل شيء بهيجا، كل شيء ضاحكا. كم معد هذا الفرح، وكم كان في كلماتها البارحة من هناء من طيبة قلب نحوي، وكم غازلتني وتلاطفت معي، وكم شجعتني ورققت قلبي. أوه كم في السعادة من غنج، وأنا كنت آخذ كل ذلك مأخذ الجد، فتصورت أنها، ولكن لله كيف أمكنني أن أتصور هذا؟ كيف أمكنني أن أكون بمثل هذا العمى حين أرى كل شيء قد تحول لآخر، كل شيء ليس لي، وأخيرا حتى رقتها، عنايتها، حبها، نعم حتى حبها لي لم يكن إلا فرحة باللقاء العاجل بالشخص الآخر، والرغبة في أن تشملني أيضا بسعادتها. وحين لم يأتي، حين ذهب انتظارنا هباء، تجهمت وتهيبت وجبنت وفقدت كل حركاتها، كل كلماتها، بعض خفتها وغنجها ومرحها. الغريب في الأمر أنها ضاعفت عنايتها بي، وكأنما تريد غريزيا أن تفيض علي ما تريدها هي لنفسها، وتخاف عليه إذا لم يتحقق. إن صاحبتي ناستانكا تحجبت كثيرا وارتعبت كثيرا، حتى ليبدو لي أنها أدركت أخيرا أنني أحبها، وأشفقت على حب المسكين ذاك، لأننا حين نكون تعساء نشعر أكثر بتعاسة الآخرين، فالعاطفة لا تتهشم بل تتركز. جئت إليها بقلب ممتلئ، لا أكاد أصطبر حتى يحل موعد اللقاء. لم أتوجس ما سوف أحسه الآن، لم أتوجس أن كل ذلك لن ينتهي النهاية المرجوة. كانت تتألق فرحا، كانت تنتظر الجواب، وكان هو نفسه الجواب، كان يجب أن يأتي هارعا إلى ندائها. وصلت قبلي بساعة كاملة. في البداية كانت تضحك لكل شيء، لكل كلمة مني. بدأت أتحدث وصمت. قالت: هل تعرف لماذا أنا شديدة الفرح؟ شديدة الفرح بأن أراك، شديدة الفرح بأن أحبك اليوم. لماذا؟ سألتها وصار قلبي يرتعش. أحبك لأنك لم تقع في حبي، لأن أحدا غيرك في مكانك كان لابد أن ينزعج، أن يتأوه ويتوجع، بينما أنت فما ألطفك. وهنا ضغطت على يدي بقوة حتى كدت أصرخ، وأخذت تضحك. شرعت تقول بجدية شديدة بعد دقيقة: أي صديق أنت؟ لقد بعثك الله نجة لي، كيف سيكون حالي لو لم تكن معي الآن؟ أي إيثار هذا؟ كم جميل حبك لي. عندما سأتزوج سنكون صديقين حميمين أكثر مما لو كنا أخوين، سأحبك مثل حبي له تقريبا. أحسست بحزن مريع في تلك اللحظة، إلا أن شيئا كالضحك أخذ يتململ في دخيلة نفسي. قلت: أنت في نوبة، أنت تجبنين وتظنين أنه لا يأتي. سامحك الله، لو كنت أقل سعادة مما أنا الآن لانفجرت باكية كما أظن. بالمناسبة أوحيت لي بفكرة وجعلتني أطيل التفكير، ولكنني سأفكر فيما بعد. أما الآن فأعترف لك بأنك قلت الحقيقة، نعم لست في حالة الطبيعية، كل انتظار، وأشعر بكل شيء على نحو مفرط من الخفة، وكفى كفى، دعنا من الشعور. في هذه اللحظة تردد وقع خطوات، وظهر سابل في الظلام، كان يسير وكأنه مقبل نحونا. أخذنا نرتعش كلانا، وكادت هي تصرخ،
أطلقت يدها وأومأت كمن يريد أن ينصرف، ولكننا خدعنا إذ لم يكن السابل هو. قالت: لماذا تخاف؟ لماذا أطلقت يدي؟ ماذا في ذلك؟ سنستقبله سوية، أريد أن يراكم يحب أحدنا الآخر. صرخت: كم يحب أحدنا الآخر؟ وفكرت مع نفسي: آه يا ناستانكا، ناستانكا، كم قلت بهذه الكلمة من أشياء كثيرة. من مثل هذا الحب كانت البرودة ستصيب قلبي أحيانا ويهبط ثقلا على روحي. يدك باردة ويدي حارة كالنار، يا لك من عمياء يا ناستانكا. آه ما أسوأ الإنسان السعيد في بعض اللحظات، ولكنني لم أستطع أن أغضب منك. وأخيرا فاض قلبي، صرخت: اسمعي يا ناستانكا، هل تدرين ماذا حصل لي طوال اليوم؟ ماذا حصل؟ قل لي بسرعة، لماذا سكت حتى الآن؟ أولا يا ناستانكا، بعد أن نفذت كل مهماتك سلمت الرسالة وكنت عند ناسك الطيبين، عندئذ ذهبت إلى البيت واستلقيت لأنام. هذا فقط؟ أجبت ضاغطا على أعصابي لأن دموعا حمقاء تجمعت في عيني. نعم هذا فقط على وجه التقريب. استيقظت قبل ساعة من موعدنا، ولكن كأنني لم أنم، لا أعرف ماذا حصل لي. وقد جئت لأقول لك كل هذا كأن الزمن توقف بالنسبة لي، كأن أحساسا واحدا، شعورا واحدا، كان يجب أن يتبقى في من هذا الزمن إلى الأبد، كأن لحظة واحدة يجب أن تدوم الدهر بطوله، كأن الحياة كلها توقفت بالنسبة لي. عندما استيقظت قيل إلي أن نغما موسيقيا مألوفا لي منذ زمان كنت قد سمعته من قبل في مكان ما، نغما منسيا حلوا عاد إلى ذاكرتي الآن، وخيل إلي أنه العمر كله كان يريد أن يطفح من روحي، والأنا فقط. قطعتني ناستانكا: آه يا ربي، لكن كيف ذلك؟ أنا لا أفهم شيئا. آه يا ناستانكا، كنت أريد أن أنقل لك بشكل من الأشكال هذا الانطباع الغريب. أنشأت أقول بصوت شاكٍ كأن الأمل ما يزال منطويا فيه، ولو أنه أمل بعيد للغاية. كفى، توقف، كفى. أخذت تقول وبلمحة واحدة حدثت كل شيء، إنها شاطرة. وفجأة صارت طليقة اللسان بشكل غير اعتيادي، مرحة، لعوبة. أمسكتني من يدي وضحكت وأرادت أن أضحك أنا أيضا، وكانت كل كلمة مستاءة مني تثير منها ضحكة رنانة طويلة. أخذت أغضب وفجأة انطلقت تتغنج. أنشأت تقول: اسمع، أنا منزعجة بعض الشيء لأنك لم تقع في غرامي، ومع ذلك لن تستطيع أيها السيد الصلب أن لا تثني على بساطة الشديدة هذه، وأنا أقول لك كل شيء، أقول لك مهما تكون السخافة التي خطرت في رأسي. اسمعي، يبدو أنها الساعة 11 تدق، قلت حين طن صوت الأجراس الموزون من برج للمدينة بعيد. فتوقفت فجأة وكفت عن الضحك وراحت تعد الدقات. نعم 11. قالت أخيرا بصوت متهيب متردد، وندمت في الحال على أنني أفزعتها وجعلتها تعد دقات الساعة، ولعنت نفسي على ثورة الغضب وحزنت لها، ولم أعرف كيف أكفر عن جريرتي. أخذت أسري عنها وأتسقط الأعذار لعدم مجيئه وأستخلص مختلف الاستنتاجات والأدلة، ولا أسهل من خداعها في هذه اللحظة، بل وأن أي شخص سيستمتع بسرور في لحظة كهذه إلى أي تسرية مهما تكن، وسيسعد كثيرا ولو بظل من التبرير. ثم إن الأمر مضحك، شرعت أقول وأنا أتحمس أكثر فأكثر متلذذا بوضوح غير اعتيادي لأدلتي. طيب لم يستطع أن يأتي، وأنت أيضا خدعتني وألهيتني يا ناستانكا حتى فقدت حساب الوقت.
ما عليك إلا أن تفكري بأنه تسلم الرسالة لتوه، ولنفرض أنه لا يستطيع أن يأتي، لنفرض أنه سيرد، فإن رده لن يصل قبل يوم غد. سأذهب إليه في بكرة الصباح غدا وأخبرك في الحال، وافرضي مسبقا ألف احتمال، كأن لم يكن في البيت حين جاءت الرسالة، أو ربما لم يقرأها حتى الآن. كل شيء محتمل الوقوع. أجابت ناستانكا: نعم نعم، لم أتصور بالطبع أن كل شيء محتمل الوقوع. تابعت بأطوع صوت، ولو أن فكرة بعيدة كانت تتردد في هذا الصوت كان شاز مضايق، ومضت إلى القول: وهذا ما أريد أن تفعله، أن تذهب إليه غدا باكرا وأعلمني في الحال إذا حصلت على شيء، فأنت تعرف أين أسكن. وأخذت تكرر عنوانها لي، وبعد ذلك صارت في غاية الرقة والخفر معي، وظاهر أنها سمعت باهتمام ما كنت أقوله لها. ولكن حين كنت أتوجه إليها بسؤال كانت تصمت وترتبك وتحول رأسها عني. نظرت إليها في عينيها. نعم بالضبط، لقد كانت تبكي. معقول؟ معقول؟ يا لك من طفلة صبيانية، يكفي. حاولت أن تبتسم وتهدي أعصابها، إلا أن ذقنها كان يرتعش وصدرها ما زال يصعد ويهبط. قالت لي بعد برهة من الصمت: كنت أفكر فيك، ما أطيبك، سأكون حجرا إذا لم أشعر بذلك. هل تعرف ماذا دار في ذهني الآن؟ قارنت بينكما، فلماذا هو لا أنت؟ لماذا هو ليس مثلك؟ إنه أسوأ منك، رغم أنني أحبه أكثر منك. لم أجب بشيء، وبدا وكأنها كانت تنتظر أن أقول شيئا. بالطبع، ربما ما أزال لا أفهمه تمام الفهم، ما أزال لا أعرفه تمام المعرفة. أحسب أنني كنت أخافه دائما، فقد كان دائما في غاية الجدية وكأنه إنسان فخور. بالطبع أنا أعرف أن ذلك في المظهر فقط، وأن في قلبه من الرقة أكثر مما في قلبي. أنا أتذكر كيف نظر إلي حين جئت إليه حاملة السرة، ولعلك تتذكر. على أي حال أنا أحترمه للغاية، ألا يعني هذا أننا غير متعادلين؟ أجبت: لا يا ناستانكا، لا، هذا يعني أنك تحبينه أكثر من كل شيء في الدنيا، بل أكثر بكثير مما تحبين نفسك ذاتها. ردت ناستانكا الساذجة: نعم لنفرض ذلك، ولكن أتدري ماذا خطر بذهني الآن؟ لكنني لن أتحدث عنه الآن، بل بشكل عام، وكان كل ذلك يخطر بذهني منذ زمن. اسمع، لماذا لا نتصرف كإخوة؟ لماذا يبدو الإنسان الأفضل وكأنه يخفي شيئا ما عن الآخر ويسكت عنه؟ لماذا لا يقول في الحال وبصراحة ما في قلبه، ما دام يعرف أن كلمته لن تذهب أدراج الرياح؟ وإلا فإن كل واحد يظهر أكثر خشونة مما عليه في واقع الأمر، وكأنما يخاف دائما أن تهان مشاعره إذا أفصح عنها بصراحة. نعم يا ناستانكا، أنت تقولين الحقيقة، وهذا يحدث لأسباب كثيرة. تدخلت قائلا وأنا أكظم مشاعري في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى. ردت بعاطفة عميقة: لا لا، فأنت مثلا لا تشبه الآخرين. حقا أنا لا أعرف كيف أعبر لك عن ذلك، عما أشعر به، ولكن يبدو لي أنك مثلا، وحتى الآن يبدو لي أنك تضحي من أجلي بشيء ما. أضافت باستحياء بعد أن رمقتني بنظرة خاطفة: أعذرني على تحدثي معك بهذا الشكل، فأنا فتاة بسيطة ولم أرى الكثير في هذه الدنيا، بل أحيانا لا أحسن الكلام، وفي الحقيقة. قالت بصوت مرتجف من شعور مخفي، مجاهدة في الوقت ذاته لكي تبتسم: أود أن أعرب لك عن امتناني، فأنا أيضا أشعر بكل هذا، وليهبك الرب السعادة على كل ذلك.
أما ما حكيته لي حينئذ عن حالك فهو غير صحيح البتة. يعني أريد أن أقول أنه لا ينطبق عليك بتاتا. أنت تتماثل للشفاء. أنت في الحقيقة إنسان يختلف تماما عن وصفك لنفسك، وإذا ما أحببت يوما ما فعسى الله أن يسعدك معها، ولا حاجة لأن أتمنى لها شيئا لأنها ستسعد معك بالتأكيد. أنا أعرف أنا امرأة أيضا، ويجب أن تصدقني إذا قلت لك ذلك. صمتت وشدت على يدي بقوة، وأنا أيضا لم أستطع أن أقول شيئا بسبب انفعالي. ومضت بضع دقائق وقالت أخيرا بعد أن رفعت رأسها: نعم، يبدو أنه لن يأتي اليوم، الوقت متأخر. سيأتي غدا، قلت بصوت أشد ما يكون تأكيدا وتصميما. قالت بعد أن لاح عليها الانشراح: نعم، أرى نفسي الآن أنه لن يأتي إلا في الغد. طيب، إلى اللقاء، إلى الغد. ربما لن آتي إذا نزل المطر، ولكن سآتي بعد غد، سآتي مهما يحصل لي. عليك أن تكون هنا، أريد أن أراك وسأقص عليك كل شيء. وبعد ذلك حين تواعدنا قدمت لي يدها وقالت وقد نظرت إلي نظرة صافية: منذ الآن سنكون معا إلى الأبد، أليس كذلك؟ آه يا ناستانكا، ناستانكا، ليتك تعرفين على أي وحدة أنا الآن. حين دقت الساعة 9 لم أصطبر على القعود في الحجرة، فارتديت ملابسي وخرجت رغم رداءة الجو، وذهبت إلى هناك وجلست على مصطبتنا. سرت في زقاقهم ولكنني أحسست بالخجل، فعدت أدراجي دون أن ألقي نظرة على نوافذهم. أنا على بعد خطوتين من بيتهم، قفلت راجعا إلى البيت في وحشة ما بعدها من وحشة. إنه طقس رطب مضجر، ولو كان الجو حسنا لتمشيت هناك طوال الليل، ولكن إلى الغد، إلى الغد، غدا ستقص علي كل شيء. إلا أن أي رسالة لم ترد اليوم، ولكن هذا ما كان يجب أن يكون، إنهما الآن سوية. الليلة الرابعة. يا ربي، كيف انتهى كل هذا؟ بما انتهى كل هذا؟ وصلت في الساعة 9، وكانت هناك بالفعل، لاحظتها من بعيد. كانت واقفة مثلما كانت في المرة الأولى، مترفقة على درب زين الشاطئ، ولم تسمع خطواتي وأنا أتقدم منها. ناستانكا، ناديتها وأنا أقضم انفعالي بصعوبة. التفتت نحوي بسرعة وقالت: هيا أسرع. نظرت إليها بحيرة. هيا، أين الرسالة؟ هل جلبت رسالة؟ كررت وهي تتشبث بالدرب زين بيدها. قلت بعد توقف: لا رسالة عندي، المعقول أنه لم يأتي بعد؟ شحبت شحوبا مريعة وظلت وقتا طويلا تنظر إلي بلا حراك، لقد حطمت آخر أمل لها. قالت أخيرا بصوت متقطع: له الله، هو الخاسر إن تركني بهذا الشكل. وخفضت بصرها وبعد ذلك أرادت أن ترمقني، ولكنها لم تستطع. ظلت تصارع انفعالها عدة دقائق أخرى، إلا أنها استدارت فجأة وارتفقت على سياج الشاطئ وراحت تذرف الدموع. يكفي، يكفي، قلت، ولكن لم تكن لي القوة الكافية للمضي في القول. وأنا أنظر إليها، ثم ماذا كان علي أن أقول؟ قالت باكية: لا تخفف عني، لا تتكلم عنه، لا تقل أنه سيأتي وأنه لم يهجرني هذا الهجر القاسي اللا إنساني. وعلى أي جرم؟
لأي سبب؟ هل معقول؟ هل معقول أن رسالتي، تلك الرسالة البائسة، حوت شيئا؟ وهنا قطع النحيب صوتها وتمزق قلبي وأنا أنظر إليها، ثم عادت تقول: أي قسوة هذه؟ دون أي سطر؟ أي سطر؟ على الأقل لو رد بأنني لم أعد ألزمه وأنه يرفضني، ولكنه لا يكتب سطرا واحدا خلال 3 أيام. ما أسهل عليه أن يهين فتاة مسكينة لا حول لها، كل ذنبها أنها تحبه. كم كابت في هذه الأيام الثلاثة. يا ربي يا ربي، يكفي أن أتذكر أنني جئت إليه بنفسي في المرة الأولى وأنزلت من قدري أمامه وبكيت واستجديت منه ولو قطرة من الحب، وبعد هذا. قالت تخاطبني ولمعت عيناها السوداوان: اسمع، هذا غريب، غير ممكن أن يكون بهذا الشكل، هذا غير طبيعي. إما أنت وإما أنا قد خدعنا. لعله لم يتسلم الرسالة، لعله حتى الآن لا يعرف شيئا. كيف يمكن هذا؟ أحكم بنفسك، قل لي بحق الرب، اشرح لي، أنا لا أستطيع أن أفهم هذا. كيف يمكن التصرف بهذه القسوة الهمجية التي تصرف بها معي؟ ولا كلمة واحدة؟ ولكن حتى الإنسان المقطوع في الدنيا يستحق عطفا. ربما بلغ سمعه شيء، ربما قالوا علي شيئا عنده. صاحت متوجهة إلي بالأسئلة: ما هو رأيك؟ اسمعي يا ناستانكا، سأذهب إليه في الغد باسمك. هيا أستفسر منه عن كل شيء وأخبره بكل شيء. هيا هيا، اكتبي رسالة يا ناستانكا، لا تقولي لا. ناستانكا لا تقولي لا، سأجعله يحترم تصرفك وسيعرف كل شيء. وإذا لا لا يا صديقي، لا يكفي، ولا كلمة واحدة بعد الآن، لا كلمة مني ولا سطر، يكفي. أنا لا أعرفه ولا أحبه بعد الآن. ولم تتم كلامها. اهدئي اهدئي، اجلسي هنا يا ناستانكا. قلت ذلك وأجلستها على المصطبة. ولكنني هادئة، مجرد دموع، ستنشف. ماذا تظن؟ هل سأهلك نفسي؟ أن أغرقها؟ امتلأ قلبي، أردت أن أتكلم ولكن لم أستطع، وتابعت هي وقد تناولت يدي. اسمع، قل لي، هل كنت ستتصرف هذا التصرف؟ تنبذ الفتاة التي جاءت إليك بنفسها وتطلق في عينيها ضحكة لا حياء فيها ساخرا من قلبها الضعيف الأحمق؟ هل ستحرص عليها؟ هل ستتصور أنها كانت وحيدة وأنها لم تحسن العناية بنفسها ولم تحسن صيانة نفسها من حبك، وأنها غير ملومة، أنها في آخر الأمر غير ملومة، وأنها لم ترتكب شيئا؟ يا ربي يا ربي، صرخت أخيرا دون أن أقوى على السيطرة على انفعالي. ناستانكا، أنت تمزقينني، أنت تسممين قلبي، أنت تقتلينني يا ناستانكا. لا أستطيع أن أصمت، يجب أخيرا أن أتكلم، أن أعبر عما تراكم هنا في القلب. نهضت من المصطبة وأنا أقول ذلك، أمسكتني من يدي ونظرت إلي في دهشة وقالت أخيرا: ماذا حل بك؟ قلت بحزن: اسمعي اسمعي يا ناستانكا، إن كل ما سأقوله الآن هراء، كله محال، كله حماقة. أنا أعرف أن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق أبدا، ولكن لا أستطيع صمتا عليه. باسم ما تتعذبين به الآن أتضرع إليك مسبقا أن تعذريني. قالت وقد كفت عن البكاء وتفرست فيه، وعند ذلك لمع فضول غريب في عينيها المندهشتين. ولكن ماذا؟ ماذا هناك؟ ما الأمر؟ هذا محال، ولكنني أحبك يا ناستانكا. هكذا، حسنا، هذا فصل الخطاب. قلت بعد أن هززت ذراعي: والآن سترين، هل في وسعك أن تتكلمي معي كما كنت تتكلمين الآن؟
هل ستقدرين أخيرا على أن تصغي إلى ما سأقوله لك؟ ولكن ماذا يعني؟ ماذا ينجم عن هذا؟ فقد كنت أعرف منذ زمن، ولكن كان يتراءى لي دائما أن حبك لي مجرد ود. آه يا ربي يا ربي. في البداية كان مجرد ود، الآن فأنا تماما مثلك. في تلك المرة حين ذهبت إلي وفي يدك سراتك، بل أسوأ منك حالا، لأنه آنذاك لم يكن يحب أحدا، أما أنت فتحبين. ما هذا الذي تقوله لي؟ لم أعد أفهمك كليا، ولكن اسمع، ما الداعي؟ بل لما أنت وعلى حين فجأة؟ يا رب، أنا قد أقول كلاما سخيفا، ولكن أنت. وارتبكت ناستانكا تماما وتوهج خداها فغضت بصرها. لا حيلة لي، لا حيلة لي، لا حيلة لي يا ناستانكا، أنا مذنب تجاوزت الحد. ولكن لا، لست مذنبا يا ناستانكا، أنا أتحسس هذا، أشعر به، لأن قلبي يحدثني بأنني على صواب، ولأنني بل يمكن أن أكدرك في شيء ولا أهنيك بشيء. لقد كنت صديقك وحتى الآن صديقك، ولم أحنث عهدا، وهي دموعي تسح الآن يا ناستانكا، فدعيها تسح، دعيها تسح، فهي لا تضايق أحدا وستجف يا ناستانكا. قالت وهي تجلسني على المصطبة. ولكن اجلس اجلس. لا يا ناستانكا، لا أجلس، لا أستطيع أن أبقى هنا بعد الآن، ولن تستطيع أنت أن تريني بعد الآن. سأقول كل شيء وأنصرف. أود فقط أن أقول، لولا نفاد صبري الآن لما عرفت قط أنني أحبك، ولا حفظت السر في نفسي، ولما صرت أعذبك الآن بأنانيتي. كلا، ولكن أنت بنفسك البادئة في الكلام عن هذا، أنت المذنبة، أنت المذنبة في كل شيء، ولست أنا المذنب. أنت لا تستطيعين إقصائي عنك. لا، لا أقصيك عني، لا. تكلمت ناستانكا مخفية ارتباكها قدر مستطاعها. المسكينة، لا تقصيني، كنت أريد الهرب منك. سأنصرف، فقط علي أن أقول كل شيء في البداية، ذلك لأنني حين رأيتك تتحدثين هنا حين ذاك كنت لا أستطيع الجلوس في مكاني، وحين كنت تبكين، وحين كنت تتمزقين، لأنك دعيني أسمي الأشياء بأسمائها، لأن الشخص الآخر ينبذك، ولأنه رفض حبك، كنت أشعر وأتحسس كم يكن لك قلبي من الحب، كم من الحب يا ناستانكا، وقد أحسست بالمرارة الشديدة، لأنني لا أستطيع أن أساعدك بهذا الحب حتى تمزق قلبي، ولم أستطع، لم أستطع سكوتا، وكان يجب أن أتكلم يا ناستانكا، كان يجب أن أتكلم. قالت ناستانكا بحركة غير مفسرة. نعم نعم، كلمني 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 بهذا الشكل. ربما تستغرب من أن أكلمك بهذا الشكل، ولكن تكلم وسأخبرك، بعد ذلك سأخبرك بكل شيء. أنت تشفقين علي يا ناستانكا، مجرد أنك ترثين لي يا صديقتي، ما فات فات، ما قيل لا يمكن أن يعاد، ليس الأمر كذلك؟ والآن أنت تعرفين كل شيء، وهذه نقطة انطلاق. لطيف، كل هذا رائع الآن، ولكن اسمعي، حين كنت جالسة تبكين فكرت مع نفسي، دعيني أقول ما فكرت فيه، فكرت فيه، بالطبع هذا لا يمكن أن يكون يا ناستانكا، لا يمكن، فكرت في أنك على نحو من الأنحاء لسبب خارجي تكفين عن حبه، وعندئذ وقد فكرت في ذلك يوم أمس وأول أمس يا ناستانكا، عندئذ سأعمل وأعمل من كل بد لأجعلك تحبينني، فقد قلت بنفسك مرة بعد أخرى أنك أحببتني تمام الحب تقريبا، ولكن ماذا بعد؟ حسنا،
هذا كل ما أردت أن أقوله تقريبا. بقي أن أقول ماذا كان سيحصل إذا كنت قد أحببتني. هذا كل ما عندي ولا أكثر. اسمعي يا صديقتي، فأنت صديقتي في كل الأحوال. أنا بالطبع إنسان بسيط مسكين عديم الأهمية، ولكن ليس هذا هو الموضوع. أنا دائما أخرج عن الموضوع، وهذا من الارتباك يا ناستانكا. ولكن كنت سأحبك حبا، سأحبك حبا، بحيث لو بقيت لديك فضلة من الحب له، لو مضيت في حبك للرجل الذي لا أعرفه، فإنك لن تشعري بأن حبي ثقيل عليك. ستحسين فقط وتشعرين في كل لحظة بأن القرب منك يخفق قلبا ممتنا ونبيلا، قلب حار يسندك. آه يا ناستانكا، ناستانكا، ماذا فعلت بي؟ قالت ناستانكا وهي تنهض من المصطبة بسرعة. لا تبكي، أنا لا أريد أن تبكي. تعال انهض وتعال معي، لا تبكي. كانت تقول ذلك وهي تمسح دموعي بمنديلها. هيا تعال الآن، ربما سأخبرك بشيء ما. نعم، ما دام قد تركني الآن، ما دام قد نساني، رغم أنني ما أزال أحبه، لا أريد أن أخدعك، ولكن اسمع أجبني. لو كنت مثلا قد أحببتك، أقصد لو كنت، يا صديقي يا صديقي، كم يتراءى لي أنني أهنتك حين ضحكت ساعتها من حبك، حين امتدحتك على أنك لم تقع في حبي. آه يا ربي، كيف لم أتوقع ذلك، كيف لم أتوقع، وكم كنت بلهاء. ولكن على مهلك، قررت أن أقص عليك كل شيء. اسمعي يا ناستانكا، هل تعرفين ماذا؟ سأغادرك، نعم سأغادرك، فأنا أعذبك لا غير. أنا مثلا صار ضميرك يؤنبك لأنك ضحكت معي، بينما أنا لا أريد، نعم لا أريد أن أحملك فوق مصابك. بالطبع أنا المذنب يا ناستانكا، ولكن وداعا. قف، اصغي إلي، هل تستطيع أن تنتظر؟ ماذا أنتظر؟ كيف؟ أنا أحبه، ولكن هذا سيزول، ولا بد أن يزول، ولا يمكن ألا يزول. إنه يزول الآن، وأنا أشعر، وأنا لا أعرف، فقد ينتهي الأمر اليوم لأنني أكرهه، ولأنه ضحك علي في الوقت الذي كنت فيه تبكي معي هنا، ولأنك ما كنت لترفضني كما رفضني هو، ولأنك تحبني ولم يكن هو يحبني، ولأنني نفسي أحبك أخيرا. نعم أحبك، أحبك كما تحبني، فأنا نفسي قلت ذلك قبل أن تقوله أنت وتشعر به. أحبك لأنك أحسن منه، ولأنك أنبل، ولأنه. وكانت أثر المسكينة من الشدة بحيث لم تكمل كلامها، ووضعت رأسها على كتفي ثم على صدري وبكت بكاء مرة. هونت عليها واستعطفتها، ولكنها لم تستطع أن تكف عن البكاء. كانت طوال الوقت تضغط على يدي وتقول بين النشجات: انتظر، انتظر قليلا، سأسكت الآن، أريد أن أقول لك. لا تظن هذه دموع، هذا لا شيء، انتظر قليلا حتى تمضي. وكفت أخيرا ومسحت دموعها، وسرنا مرة أخرى. كنت أريد أن أتكلم، إلا أنها ظلت وقتا طويلا ترجوني أن أنتظر، ولزمنا الصمت. وأخيرا جمعت شتات قوتها وأخذت تتكلم. أنشأت تقول بصوت راهف مرتجف رن فيه فجأة شيء نفذ إلى قلبي رأسا وولول فيه بحلاوة: الأمر كالآتي، لا تتصور أنني متقلبة بهذا الشكل وصاحبة أهواء، ولا تتصور أنني أستطيع أن أنسى وأخون بهذه السهولة والسرعة. لقد أحببته سنة كاملة، وأقسمت بالرب ألا أخونه أبدا، حتى فكرة الخيانة لم تخطر على بالي، وقد احتقر هو ذلك وهزأ مني له الله، ولكنه حط من قدري وأهان قلبي.
أنا لا أحبه، لأنني لا أستطيع أن أحب إلا النبيل الذي يفهمني كما أنا، بينما هو لا يستحقني. ولكن له الله، ما فعله أفضل مما لو ستخيب ظنوني فيما بعد، فأعرف أي إنسان هو. طيب انتهى، ولكن لا أعرف يا صديقي. تابعت وهي تضغط على يدي. لا أعرف، لا أعرف، ربما حبي كله كان خداع مشاعر وتخيلات، ربما بدأ هذا الحب بعبث وتوافه، ولأنني كنت تحت حراسة جدتي، ربما كان علي أن أحب إنسانا آخر وليس هو، ليس مثل شخصه، بل إنسانا آخر كان سيشفق علي و... طيب دعنا من هذا. استدركت ناستانكا لاهثة من الانفعال. فقط أريد أن أقول لك إذا كنت، رغم أنني أحبه، لا كنت أحبه، إذا كنت رغم ما ستقوله بعد هذا، إذا كنت تشعر أن حبك من القوة بحيث يستطيع في النهاية أن يطرد الحب السابق من قلبي، وإذا كنت لا تريد أن تتركني وحيدة مع قدري بلا سلوى بلا أمل، وإذا كنت ستحبني على الدوام مثلما تحبني الآن، فإنني أقسم بأن امتناني حبي سيكون في النهاية أهلا لحبك. هل لا تناولت يدي الآن؟ صحت والعبرة تخنقني. ناستانكا، أوه ناستانكا، قالت وهي لا تكاد تسيطر على نفسها. طيب كفى، طيب انتهى الآن، أليس صحيحا؟ ها؟ إذن فأنت سعيد وأنا سعيدة، فلا كلمة عن هذا الموضوع بعد الآن، انتظر قليلا وارأف بي، تحدث عن شيء آخر بحق الرب. نعم يا ناستانكا، نعم، يكفي عن هذا الموضوع، الآن أنا سعيد، الآن أنا، هيا يا ناستانكا، هيا تحدثي عن شيء آخر، لنسرع في التحدث. نعم أنا مستعد. ولم نعرف ماذا نتحدث، فضحكنا وبكينا وتكلمنا آلاف الكلمات بلا ترابط وبلا فكرة، كنا تارة نسير على الرصيف وتارة نعود فجأة وننزل لنعبر الشارع، ثم نتوقف ثم نعبر ثانية إلى الشاطئ. لقد كنا كالأطفال. أخذت أقول، أنا الآن أعيش وحيدا يا ناستانكا، وغدا أنا فقير بالطبع، لا أملك غير 1200، ولكن هذا المبلغ لا بأس. بالطبع لا بأس، إن جدتي تتقاضى تقاعدا وهي لن تضايقنا، يجب أن نأخذ الجدة معنا. بالطبع يجب أن نأخذ الجدة معنا، ولكن ماترونا. ونحن أيضا عندنا فيكلا. ماترونا طيبة، عندها نقيصة واحدة، وهي أنها بلا خيال يا ناستانكا، بلا خيال تماما، لكن لا بأس في هذا. لا يهم، تستطيعان أن تتلازما، انتقل عندنا في الغد. كيف هذا؟ عندكم؟ حسنا أنا مستعد. استأجر عندنا، توجد لدينا عليا فوق وهي الآن فارغة، كانت تسكنها عجوز من الأعيان وسافرت، وأنا أعرف أن جدتي تريد أن تؤجر لشاب، أقول لها ولما شاب؟ فتقول لا شيء، فأنا عجوز، ولكن إياك أن تظني يا ناستانكا أنني أريد أن أزوجك له. فحذرت أن ذلك لأن يا ناستانكا، وضحكنا كلانا. والآن يكفي، أين تسكن؟ لقد نسيت. هناك عند الجسر في بناية بارانيكوف. تلك البناية الكبيرة؟ نعم في تلك البناية الكبيرة. أعرفها، بناية جيدة، ولكن اتركها وانتقل إلينا في أقرب وقت. غدا يا ناستانكا، غدا، أنا مدين قليلا عن أجرة السكن، ولكن لا بأس، عن قريب سأتسلم مرتبي. وأنا أيضا ربما سأعطي دروسا، سأتعلم وأعطي دروسا في نفس الوقت.
طيب، هذا شيء رائع، وأنا عن قريب سأحصل على مكافأة يا ناستانكا. إذن من الغد ستكون نزيلي. نعم، وسنذهب لمشاهدة حلاق إشبيليا، لأنهم سيقدمونه من جديد قريبا، قالت ناستانكا ضاحكة. نعم سنذهب، ولكن لا، من الأفضل أن نستمع إلى شيء آخر غير الحلاق. طيب، إلى شيء آخر، بالطبع سيكون ذلك أفضل، فأنا لم أفكر في الأمر جيدا. وكنا ونحن نقول ذلك نسير، وكأنما في قتام، في ضباب، كأننا لا نعرف ماذا يجري لنا. مرة نتوقف ونتحدث طويلا في موضع واحد، ومرة ننطلق ونسير إلى حيث لا يعلم إلا الله، مرة ضحك ومرة دموع، ومرة تريد ناستانكا فجأة أن تعود إلى بيتها، وننطلق في طريقنا، وفجأة وبعد ربع ساعة نجد أنفسنا على الشاطئ عندما اصطبتنا، وهنا تتنهد ناستانكا وتعود الدموع تفيض من عينيها، وأحس بالرهبة والبرودة، ولكنها في نفس اللحظة تضغط على يدي وتجرني مرة أخرى لنتمشى ونثرثر ونتكلم. قالت ناستانكا أخيرا: حان وقت عودتي إلى البيت، أظن أن الوقت متأخر جدا، كفانا صبيانة بهذا الشكل. نعم يا ناستانكا، ولكنني لن أغفو الآن، لن أعود إلى البيت. وأنا أيضا يبدو أنني لن أغفو، هيا أوصلني إلى البيت. بالتأكيد، لابد أن أعود إلى البيت الآن. لابد، لابد. كلام شرف، إذن لابد أن أعود في وقت ما. أجبت ضاحكا: كلام شرف. لنذهب إذن. لنذهب. انظري إلى السماء يا ناستانكا، انظري، غدا سيكون يوما رائعا، أية سماء زرقاء وأي قمر. انظري إلى هذه السحابة الصفراء، ستفرشها الآن، انظري انظري. ولكن لا، مرت عابرة، انظري. ولكن ناستانكا لم تنظر إلى السحابة، وقفت صامتة كالمسعوقة، وبعد دقيقة صارت تلتصق بي بشدة وفي شيء من الرهبة، وأخذت يدها ترتعش في يدي، فرنوت إليها فاستندت إلي بقوة أشد. في تلك اللحظة مر بنا شاب توقف فجأة وتفرس فينا، فعاد فسار عدة خطوات، أخذ قلبي يرتعش. قلت بصوت خفيض: ناستانكا، من هذا يا ناستانكا؟ أجابت بهمس: إنه هو. والتصقت بي أكثر قربا وأكثر ارتعادا، وكنت لا أكاد أقف على قدمي. ناستانكا، ناستانكا، هذه أنت؟ تردد صوت وراءنا، وفي تلك اللحظة تقدم الشاب منا بضع خطوات. يا إلهي، أية صيحة ندت منها، أية ارتعاشة، وكيف أفلتت من بين يدي واندفعت للقائه. وقفت أنظر إليهما كالمطعون، ولكنها ما كادت تمد له يدها، ما كادت ترتمي في أحضانه، حتى عادت إلي ثانية كالريح كالبرق، وكانت بالقرب مني، وقبل أن أتمثل الأمر طوقت رقبتي بكلتا يديها وقبلتني بقوة وحرارة. وبعد هذا ودون أن تنطق بكلمة انطلقت نحوه ثانية وأمسكته من يده وجرته وراءها. وقفت طويلا أشيعهما ببصري، وأخيرا غاب الاثنان عن عيني. الصباح. انتهت ليالي بالصباح، كان النهار رديئا، هطل مطر وراح يدق زجاج نافذتي بانقباض، وكانت غرفتي في الظلام والدنيا غائمة، وكان رأسي يوجعني ويدور بي والحمى تدب في أطرافي. رسالة لك يا سيدي، جاء بها ساع البريد من بريد المدينة، قالت مترونا وهي تطل علي. صحت، رسالة من؟ ووثبت من مقعدي.
لا أدري يا سيدي، انظر، فلربما كتب عليها ممن. مزقت الختم، الرسالة منها. كتبت ناستانكا إلي: اصفح عني أرجوك، أتضرع إليك راكعة أن تصفح عني. خدعتك وخدعت نفسي، لقد كان ذلك حلما سرابا، تألمت اليوم لحالك، اغفر لي، اغفر لي. لا تدني، فأنا لم أخنك في شيء، لقد قلت أنني سأحبك، وأنا الآن أحبك أيضا، أحبك أكثر. آه يا ربي، ليتني استطعت أن أحبكما كليكما سوية. آه لو كنت هو. طارت في رأسي وتذكرت كلماتك يا ناستانكا. الرب يرى ما كنت سأفعل من أجلك الآن. أنا أعرف أنك متضايق وحزين، لقد أهنتك، ولكنك تعلم أنك إذا كنت تحب فالإساءة لن تعلق في ذاكرتك طويلا، وأنت بالتأكيد تحبني. شكرا، نعم شكرا لك على هذا الحب، لأنه قد طبع في ذاكرتي مثل حلم لذيذ يتذكره الإنسان طويلا بعد أن يستيقظ، لأنني سأتذكر إلى الأبد تلك اللحظة التي تفتح لي فيها قلبك أخويا، وتلقيت بأريحية قلب المطعون هدية لتصونه وترعاه وتشفيه. وإذا كنت ستصفح عني، فإن ذكراك ستظل سامية في نفسي بشعور الامتنان الأبدي لك، وهو شعور لم يمحى من نفسي، وسأحتفظ بهذه الذكرى وأفي لها، ولن أخونها، لن أخون قلبي، إنه ثابت مستقيم، وبالأمس فقط عاد حثيثا إلى من كان ملكه إلى الأبد. سنلتقي وستأتي لزيارتنا، ولن تتركنا، ستكون صديقي وأخي مدى العمر، وحين ستراني مد لي يدك، ها؟ مدها لي، فقد صفحت عني، أليس كذلك؟ هل ستظل تحبني كالسابق؟ أحببني ولا تتركني، لأنني أحبك في هذه اللحظة كثيرا، ولأنني أهل لحبك، ولأنني أستحق هذا الحب. يا صديقي العزيز، في الأسبوع القادم سأزف له، لقد عاد محبا لم ينسني قط. لا تزعل مني إذا كنت أكتب عنه، أريد أن آتي معه لزيارتك، ستحبه أليس كذلك؟ اصفح عنا، تذكرني، أحببني، صديقتك ناستانكا. أعدت قراءة هذه الرسالة لوقت طويل، والدموع ترقرقت في عيني، وأخيرا سقطت الرسالة من يدي، فغطيت وجهي. أنشأت ماترونا تقول: رفعت خيوط العنكبوت كلها من السقف، والآن لك ما تشاء حتى أن تتزوج أو تستقبل الضيوف في هذه اللحظة. نظرت إلى ماترونا، إنها عجوز فتية ما تزال جمة النشاط، ولكن لا أعرف لماذا تصورتها فجأة بنظرتها المنطفئة وغضون وجهها مطوية الظهر شائخة. لا أعرف لماذا تصورت فجأة أن حجرتي شاخت كهذه العجوز، جدرانها والأرضية مقشرة وكل شيء كامد فيها، وخيوط العنكبوت انتشرت أكثر. لا أعرف لماذا خيل إلي وأنا أنظر في النافذة أن البيت المقابل قد هرم أيضا وكمد هو الآخر، وأن طبقة الجص على أعمدته قد تقشرت وتساقطت، والأفاريز قد اسودت وتشققت وصارت جدرانه ذات اللون الأصفر الداكن رقطاء. إما أن شعاع الشمس الذي أطل من وراء سحابة فجأة عاد فاختفى خلف غيمة ممطرة فكمد كل شيء في عيني، وإما أن أفق مستقبلي كله تراءى أمام عيني. ربما حزينا وبلا بشاشة فرأيت نفسي بالصورة التي أنا عليها الآن،
بعد 15 سنة بالتمام في هذه الحجرة نفسها، وقد شخت وما زلت وحيدا كما كنت، وعايش ماترونا التي لم تزدد عقلا قط خلال هذه السنين. ولكن لن أتذكر مهانتي يا ناستانكا، لن أسلط سحابة داكنة على سعادتك الصافية الوادعة، ولن ألومك بمرارة وأسوق الوحشة إلى قلبك وأسممه بالتقريع الخفي وأجعله يدق فاترا في لحظة الهناء، ولن أخون ولا واحدة من تلك الزهور الرقيقة التي غرستها في خصلاتك السود حين ذهبت معه إلى محراب الكنيسة. لا، لن ولن. فلتكن سماؤك صافية وابتسامتك وضاءة مطمئنة، ولتكوني مباركة على لحظة الهناءة والسعادة التي منحتها للقلب الآخر الوحيد الشاكر. يا إلهي، لحظة كاملة من الهناء، وهل هذا قليل حقا حتى على مدى العمر بطوله؟